السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى طلبة في مصر حبايبنا سنة أولى، إزايكم؟ عاملين إيه؟ النهاردة سنة أولى، جينا لآخر محطة في المرحلة الأولى من ثانوية عامة، وهو فيديو ليلة الامتحان. النهاردة شباب زي ما وعدتكم هناخد أهم النقط الرئيسية والهامة جدا من أهم منصة عندنا في الإنجليش، ألا وهي منصة لونجمان. النهاردة إن شاء الله بإذن الله الفيديو بتاعنا هيتناول أهم أسئلة الفوكابلري، الكلمات من منصة لونجمان، ومن أسئلة كتاب المدرسة، ومن أسئلة الكتب الخارجية، بس هنركز كويس جدا على أسئلة الكتاب المدرسة ومنصة لونجمان. ثم إن شاء الله بأمر الله الجزء الثاني من الفيديو هشرح لك أهم التكات أو أهم جزئيات الجرامر في بوينتس رئيسية، ثم هناخد أهم أسئلة كتاب المدرسة ومنصة لونجمان وأسئلة الكتب الخارجية الخاصة بالجرامر، وآخر حاجة هنختم بيها إن شاء الله بأمر الله يا شباب هي أفكار مهمة جدا لكيفية كتابة الإيسي. تعالي يلا بينا كده نتوكل على الله ونعقد نية الخير ونبتدي الفيديو بتاعنا، فيديو ليلة الامتحان. أول جزئية عندنا اللي أنا طلبه منك سنة أولى، إنك اوعى تشتغل معايا في أي سؤال من الأسئلة اللي أنا هعرضها قدام حضرتك دلوقتي إلا وإنت مراجع كلماتك كويس جدا. الطلبة اللي بتاخد معانا في السنتر طبعا احنا الفترة اللي فاتت دي راجعنا الكلمات وحفظناها كويس جدا وصمناها وصمعناها لك بدل المرة مرتين وتلاتة، فبالتالي كل المطلوب من حضرتك ان انت دلوقتي حالا تمسك مذكرة المراجعة تراجع منها الكلمات كويس جدا 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 قبل ما تخش على الفيديو بتاعك، عشان تبقى على يقين تام من كل كلمة مستر مؤمن بيعرضها قدامك على الفيديو، واتمنى يبقى قدامك كراسة وقلم، واي كلمة جديدة هتلاحظها قدام سعادتك هتكتبها عندك في الكراسة بحيث ان انت تراجعها وتستفاد من زيادة نولج او معرفة عند حضرتك بالفوكاب الجديدة، عشان لو جات لك اي كلمة منهم في الامتحان يبقى انت كده تمام وامان معاك يا سنة أولى. طيب تعالى كده يلا بينا نشوف اول سؤال. اول اسئلة طبعا عندنا او اول سؤال عندنا في الامتحان بيبقى خمس اختيارات، بنختار منها ايه؟ اختيارين، وده بيبقى اول سؤالين في الامتحان. بيقول لك اول سؤال يا شباب، I found، سؤال رقم واحد، بيقول لي سعادتك I found that the boat was difficult to steer. طيب بيقول لي سعادتك ده synonyms مرادف of steer are not. طيب هي اصلا كلمة steer معناها ايه بالعربي؟ هقول لي سعادتك كلمة steer معناها بالعربي يوجه. are not and not، طيب هو محتاج ايه يا مستر؟ هقول لك هو محتاج السينونيمز، يعني محتاج المرادف، يعني محتاج المعنى، عايز اقرب معنى لكلمة يوجه. طب انا عندي كلمة learn بمعنى يتعلم، وعندي كلمة direct بمعنى مباشر او يوجه او توجيه، فهنا اول اختيار ينفع. بعد كده عندي كلمة lose بمعنى يخسر ملهاش علاقة. بعد كده عندي كلمة control بمعنى يتحكم، وعندي الاختيار الاخير mislead بمعنى يضلل. طب انا دلوقتي بوجه يبقى انا ايه؟ بتحكم في الحاجة. السؤال التاني بيقول لسعادتك the voice on the phone sounded familiar. يلا بينا، هو عايز ايه؟ عايز الانتونيمز، يعني عايز المضاد، يعني عايز العكس، عايز عكس كلمة familiar. طب هو يعني ايه familiar يا مستر؟ الطالب اللي مذاكر هيقول لي ان كلمة familiar معناها مألوف. هو محتاج عكس كلمة مألوف. طيب يلا بينا، اول اختيار عندنا unknown. اه يا مستر طبعا، لان كلمة no معناها معروف، هو عايز عكسها حاجة مألوفة، يعني حاجة معروفة، يبقى عكسها مش معروفة، ودي اول كلمة تمشي معانا. clear يعني واضح، لا دي كده معنى مش مضاد. beloved يعني محبوب، لا برضو معنى مش مضاد، انا عايز مضاد. strong يعني قوي، و strange يعني غريب، دي تاني معنى تنفع مع كلمة familiar. سؤال رقم ثلاثة بيقول لسعادتك you can't trick جمال again he is careful. انت لا تستطيع ان انت تخدع جمال مرة تانية، he is careful، هو حريص. trick is the opposite in meaning to not and not. يلا بينا، بيقول لسعادتك كلمة trick هنا اصلا كلمة trick معناها ايه؟ هقول لك كلمة trick اصلا معناها خدعة، معناها خدعة. طيب هو محتاج ايه؟ محتاج opposite يعني عكس، هو محتاج عكس كلمة خدعة. طب يلا بينا، أول كلمة عندنا كلمة guide بمعنى يرشد، فعلا شخص بترشده إلى الحاجة السليمة، عكس كلمة بتخدعه، يبقى دي تنفع. deceive بمعنى يخدع، ما تنفعش، أنا عايز عكسها. help يساعد، طب ما الشخص اللي بيخدع ممكن أساعده عكسها تمشي، لأن عندنا mislead بمعنى يضلل وده معنى، وعندنا كلمة cheat بمعنى يغش وده برضو إيه؟ معنى يا سنة أولى.
السؤال اللي بعده she helped him نقط some new clothes. انا هنا عندي سؤال رقم 4، عندي قاعدة مهمة جدا لهلبت. بيقول لسعادتك ان فعل هيلب يساعد في النوتس في الملحوظات ممكن يجي معاه حاجة من الاثنين، يا اما infinitive فعل في المصدر بس، يا اما حرف الجر تو زائد الفعل فين في المصدر. دول القاعدتين لهلب. طب هل القاعدتين موجود؟ تعال يلا بينا نشوف في الاختيارات. choosing ما تنفعش، to choose to المصدر تمشي. طيب choose دي ماضي، choice دي ناون، وعندنا اخر واحدة خالص choose اختيارات. يبقى هنا help ينفع يجي وراها to المصدر وينفع يجي وراها فعل في المصدر. السؤال اللي بعده بيقول لك the train not the station 20 minutes late. طب يلا بينا، بيقول لك القطار وصل المحطة متأخر 20 دقيقة. طيب station يعني ايه station؟ station يعني محطة. طب المحطة هنا يا شباب مكان صغير ولا مكان كبير؟ لا المحطة مكان صغير. طيب اتفقنا قبل كده ايه الفرق ما بين arrive in و arrive at؟ arrive in يصل الى مكان كبير اللي هو بين قوسين دولة او مدينة، و arrive at يصل الى مكان صغير بنسبة كبيرة بيبقى مكان داخل الدولة او داخل المدينة. طيب هنا المحطة مكان صغير، فتبقى اول اختيار عندنا arrive at. arrive in ما تنفعش، وانت دايما بيجي معاه حرف الجر تو مش موجود ما تنفعش. طيب got لازم يجي معاه حرف الجر تو ما تنفعش، got to station. طيب preached يا مستر مؤمن بمعنى يصل وممكن تيجي، او هي اصلا دايما بتيجي من غير حرف جر. السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول لسعادتك your opinion will not not my decision. بيقول لسعادتك ان قرارك لو جيت بصيت في الاختيارات عايز معنى يؤثر، لان عايز يقول ان قرارك مش، انا اسف، ان رأيك مش هيأثر في قراري. طيب تعالى كده يشوف ايه الفرق ما بين affect و effect. ايه الفرق ما بين اللي بحرف الاي واللي بحرف الاي؟ هقول لك بص، affect اللي بحرف الاي معناها يؤثر، افكت افكت اللي بحرف الاي معناها تاثير. طيب انا هنا عايز اقول له ان رايك مش هيؤثر في قراري، يؤثر يبقى انا عايز الفيرب مش عايز الناون، يبقى افكت دي بالسلامه انا الاجابه بتاعتي اول واحده افكت بحرف الاي. طيب انا عايز نفس معنى كلمه افكت، عايز كلمه بمعنى يؤثر. افكتيف لا طبعا، انفلونس يعني ايه يا مستر؟ هقول لسعادتك والله كلمه انفلونس معناها يؤثر، ده الاختيار الثاني جاي من كلمه انفلونسر مؤثر. السؤال اللي بعده it's not to take this medicine. ده جرامر بقى. طيب جرامر ده يونت كام؟ هقول لك ده جرامر يونت 1. انا عايز اكسبريشن عشان في it is في اول الجمله. طيب هل must تنفع تيجي كاكسبريشن؟ لا. امتى must تيجي كاكسبريشن؟ لما يجي قبل منها فاصل الا وهو حرف الاي، بدل it's must تبقى it's a must، وده الاختيار الثالث. طيب تنفع it's advice؟ لا ما تنفعش. it's necessary ولا it's necessity؟ لا لا لا، هي كانت اسمها it's necessary واسمها it's a necessity. بما ان حرف الاي هنا مش موجود فانت الاجابه بتاعت سعادتك هتبقى letter D. مستر هو ممكن السؤال بتاع اختيارين ده يجي على الجرامر؟ بص هو صعب جدا بس وارد. السؤال اللي بعده رقم 8 بيقول لك if you need any help، لو انت محتاج اي مساعده you should not مستر علي، لو انت محتاج اي مساعده فيجب عليك ان انت تتواصل مع مستر علي. طب يلا بينا connect اول واحده. لا استنى، كلمه connect معناها يتصل، ودايما بيبقى بيتصل بشيء، زي بالظبط لما موبايل حضرتك بيتصل بالراوتر فيكتب لك ايه connected. طيب يبقى connect هنا ما تنفعش. طيب you should كونتاكت مستر علي، اه تنفع لان كونتاكت بتيجي من غير حرف جر، يبقى انا حطيت لتر بي وما حطيتش لتر اي عشان كونتاكت في اي معاها ويذ، ودي ما تنفعش، يبقى كونتاكت مستر علي دي تنفع. ولتر سي كوميونيكيت ويذ مستر علي، يجب عليك ان انت تتواصل مع مين؟ مع مستر علي يا شباب. سؤال رقم 9 pollution التلوث not so much damage بيسبب damage to the environment، بيسبب ضرر او اهمال او اهدار للايه؟ للبيئه. طب او تدمير للبيئه. طب يلا بينا عندنا pollution التلوث، كلمه damage بيجي معاها ايه؟ هقول لك والله بص، كلمه damage بتيجي معاها do مش make، ف pollution does so much damage،
ميكس ما تنفعش. reasons و causes، لا استنى، هنا reasons لازم يجي معاها يا اما reason for يا اما reasons why، انما causes ينفع تيجي من غير حروف جر، فتبقى الاجابة بتاعتي letter A و letter D. التلوث يسبب تدمير للبيئة. السؤال اللي بعده بيقول سعادتك the verb نقط collocates with operation، ايه الفعل اللي ممكن يتناسب مع كلمة operation عملية جراحية؟ هقول لسعادتك انا عندي كلمة do operation يعني يؤدي عملية جراحية، وعندي have operation، ايه الفرق ما بين الاثنين يا مستر؟ هقول لك بص، ال do operation دي دايما بتبقى خاصة بالدكتورز بالدكاترة، هم اللي بيعملوا العمليات الايه الجراحية او surgeons الجراحين، انما have operation لديه عملية جراحية دايما بيبقى هنا بيقصد ايه؟ هقول لسعادتك دايما هنا بيقصد البيشنس المرضى. السؤال اللي بعده السؤال رقم 12 بيقول لسعادتك the police نقط who committed the crime، مين اللي ارتكب الجريمة؟ هو عايز يقول ان البوليس invented اخترع، مين اللي اكتشف او مين اللي ارتكب الجريمة؟ لا طبعا، founded ولا found out ولا discovered ولا explored. هقول لسعادتك طيب احنا استبعدنا invented، founded بمعنى يؤسس، هل البوليس هو اللي هيؤسس مين اللي اخترع الجريمة؟ لا طبعا. found out بمعنى اكتشف، ايوة فعلا. discovered بمعنى اكتشف، ايوة طبعا. explore بمعنى يستكشف، يبقى البوليس او الشرطة هي اللي اكتشفت مين اللي ارتكب الايه الجريمة، يبقى letter C و letter D. السؤال اللي بعده they decided to not online courses، طب يلا بينا كده تعال نشوف الكورسات بيجي معها افعال ايه من تحت. هقول لسعادتك join ولا take part ولا letter C do ولا take place ولا enroll. طبعا كلمة courses هنا بيجي معها فعلين، ممكن اقول لك do courses، take part اسمها take part in ودايما بتبقى ليها علاقة بالcompetitions المسابقات، انما هنا take place يعني يلتحق بالكورسات او ياخد كورسات. 14 بيقول سعادتك the harder you work، كل ما تشتغل بجد the more money you نقط. طب استنى كده، بيقول لك كل ما تشتغل بجد كل ما تحصل على الكثير من الاموال. طب بقول لك ايه، هي كلمة money بيجي معاها ايه؟ انا متعود دايما ان كلمة money بيجي معاها earn money، يكتسب مالا. طيب ممكن يجي معاها ايه تاني؟ هقول لك بص، ممكن مع كلمة money تيجي earn وتيجي make، ممكن ان انت ايه تكتسب مالا، وممكن ان انت ايه تصنع مالا. تصنع مالا هنا يقصد ان هو ايه ان انت تجيب فلوس او تكتسب نقود. السؤال اللي بعده رقم 15 يا سنة أولى بيقول لك the accident الحادثة نقط near the hospital، الحادثة بيقول لسعادتك هي حصلت جنب الايه؟ جنب المستشفى. طيب هنا أنا عايز كلمة بمعنى حدث، طب ما أنا كلمة awkward أول كلمة عندنا بمعنى ايه؟ يحدث، بتساوي happen. بعد كده took part وعندنا caused و happen و took place، بس happen هنا في present في المضارع فما تنفعش، فعشان كده احنا هنختار letter E took place بمعنى يحدث. بيقول لك 16 she was not happy when she saw him، طب استنى انا هنا كلمة happy دي ايه؟ هقول لك happy دي adjective صفة. طيب اتعود دايما ان احنا عندنا adverbs ظروف او احوال من الدرجة التانية تأتي قبل الصفات، هناك احوال او ظروف من الدرجة التانية تأتي قبل الايه الصفات، يبقى انا هنا عايز adverb عايز حال. طيب الحال عندي كلمة quiet الايه من جوة دي بمعنى هادئ، مش دي اللي انا عايزها، كويت اللي الاي فيها من بره معناها الى حد ما، وده اول adverb حال عندي في الاختيارات. fairly تماما وده تاني حال عشان اخرها ال واي عندي في الاختيارات، فالاجابة عندي letter B و letter C. كلمة letter D quit يعني يخرج، وطبعا complete معناها يكتمل، والتانية الحال بتاعتها اسمها completely لازم يبقى اخرها ال واي. السؤال اللي بعده 17 بيقول لك it's important من المهم to celebrate ان انت تحتفل ب our ايه، تحتفل بايه؟ success نجحنا اول حاجة، disadvantage يعني عيوب محدش هيحتفل بالعيوب، achievement يعني انجازاتنا او انجازنا، خلاص شكرا ملهاش لازمة ان انت تكمل الاختيارات بتاعتك. بس لو انت بتتلخبط ما بين success و successful، فالفرق ما بين الاتنين يا ولاد ان كلمة success معناها النجاح و successful معناها ناجح.
سؤال رقم 18 بيقول لك I am not particularly not art. أنا مش مهتم خصوصا بالفن. طب أنا مش مهتم، يهتم يعني إيه عندنا؟ هقول لك interested in letter A و keen on letter B، معناها يهتم بي. سؤال رقم 19 بيقول لك things can easily go wrong when people are under not. دايما الحاجات اللي احنا بنعملها عادة بيحصل فيها خطأ، خصوصا لما الناس بتبقى تحت ايه؟ رقم 1 merit، تحت استحقاق. رقم 2 تحت stress، تحت ضغط. ايوه مستر طبعا letter B. letter C defect، استحقاق وجدية. letter D pressure، يعني ضغط يا مستر. يبقى الاختيار بتاعي letter D و letter B. سؤال رقم 20 بيقول لك father promised to give me نقط when I pass my exams. father او والدي بيوعدني ان هو هيديني ايه لما اجتاز الامتحان. طب يلا بينا، award ولا reward؟ award دي جائزة رسمية، reward دي جائزة غير رسمية. طب الفادر هيديني جائزة غير رسمية طبعا، فهتبقى letter B reward. و present يعني هدية، يبقى الاجابة بتاعتي letter B و letter C. السؤال اللي بعده سؤال رقم 23 بيقول لك باور ليفتنج از ا تشالنجينج سبورت تو نقط. طب يلا بينا، تعال هنا نشوف كلمة سبورت بمعنى الرياضة بيجي معاها أني فعل من الأفعال. جو سبورت، جو دايما بتيجي مع الرياضات التي تنتهي بالاي ان جي. ميك ولا براكتس ولا براكتس ولا دو؟ طب احنا متعودين دايما ان هي اسمها دو سبورت، يؤدي رياضة. طب هل هي براكتس بالسي ولا هل هي براكتس بالاس؟ طب ايه الفرق اصلا ما بين الاثنين يا مستر؟ هقول لسعادتك براكتس بالسي معناها ممارسة، انما براكتس بالاس معناها يمارس. فطبعا هنا انا عايز الفعل، فبالتالي هختار لتر دي براكتس بالاس. سؤال رقم 24 بيقول لك he wrote his first successful novel، هو كتب اول روايه ناجحه وهو عنده 24 سنه. طب لما كان عمره؟ اول expression بنفس المعنى ده طبعا age هنا هي الناون بمعنى العمر، مفيش حاجه اسمها كده. انا عايز اقول لما كان عمره 24. in the age، age ما بيجيش معاها in، امال in بيجي معاها the age بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها حرف الجر at. At the age of، في عمر كذا. او ممكن اقول لك كلمة واحدة بس بمعنى عمره، الا وهي age، letter A letter D. رقم 25 بيقول لك we must look after، احنا يجب علينا ان نعتني children بالاطفال نقط disabilities، ذوي الاحتياجات الخاصة. طب يلا بينا، الاطفال هنا شخص ايه؟ شخص عاقل. طب طالما شخص عاقل، اخر يونت عندنا او اليونت القبل الاخير انا اسف في سنة اولى عندنا في المنهج، الا وهو روابط الوصل. الاشخاص العاقل دايما بيجي معها ايه؟ دايما بيجي معها هو. طب تعال نشوف كم هو عندنا مبدئيا كده. children هو apostrophe s لازم يجي وراها فعل اخره ing، فدي ما تنفعش، دي غلط. who have ممكن، الاطفال الذي ايه؟ لديهم احتياجات ايه؟ خاصه، تمشي. طب هم بتيجي مع ايه؟ هقول لك هم دايما بتيجي مع حرف الجر، وما عندناش حرف جر فما تنفعش. وهوز بتيجي مع الملكيه، وما عندناش حاجه ليها علاقه بالملكيه فما تنفعش. فالاختيارين الوحيدين اللي ينفعوا بيقول لك we must look after children with disabilities، اللي هم عندهم احتياجات خاصة، أو who have، لأن الأبوستروف في إي اختصار لكلمة have، والأطفال اسم جمع. وطبعا الإجابة بتاعتي letter A و letter C. السؤال اللي بعده رقم 26 بيقول لك the house، المنزل، نقطة، room for guests. طيب أنا عايز أقول إن المنزل يحتوي على غرفة للضيوف، أو يتضمن أو يشتمل غرفة للإيه؟ للضيوف. طب أنا هنا يا مستر كلمة يتضمن أو يشتمل عندي في الاختيارات ليها كم معنى؟ هقول لسعادتك عندي letter A includes بنفس معنى يتضمن أو يحتوي على أو يشتمل، وبتساوي كلمة contains بتدي نفس المعنى، يحتوي أو يتضمن او يشتمل.
الفصل اللي بعده بيقول لسعادتك I think أنا أعتقد نقط need extra support at school أنا أعتقد مين اللي محتاجين دعم أكتر أو دعم زيادة في المدرسة disabled people يعني الناس أو الـ 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 الناس ذو الاحتياجات الخاصة أو المعاقين. طب أنهي كلمة بتساوي كلمة disabled people؟ هقول لك كلمة the disabled معناها المعاقين، هم دول الناس اللي محتاجين سبورت دعم زيادة فين؟ في المدرسة. السؤال اللي بعده سؤال رقم 28 بيقول لسعادتك everyone in the class is expected to not actively in these discussion كل شخص في الفصل كان يتوقع المشاركة بنشاط في هذا في هذه المناقشة. طب تعالى كده تعالى نشوف يعني ايه يشارك. اول كلمة عندنا letter A هي اول اختيار صحيح participate يعني يشارك فيه. طيب اقرب معنى ليها هي سبحان الله تاني اختيار كلمة take part بمعنى يشارك فيه. السؤال اللي بعده 29 بيقول لك she was over the moon. خلي بال سعادتك كلمة over the moon او الاكسبريشن او التعبير ده اوعى حد يترجمه ترجمة حرفية ويقول لك over the moon على سطح القمر. لا over the moon هنا بمعنى قمة سعادته طيب هو او هي كانت في قمة سعادتها بسبب انها عملت ايه في الامتحان بيزد اجتازت الامتحان اول اختيار مانج تدير الامتحان لا 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 سكسس بمعنى ايه بمعنى النجاح لا طب سكسيدد ان بمعنى النجاح في الامتحان لتر دي هي تاني اختيار سليم. السؤال اللي بعده بيقول لك the opposites of optimistics عايز اقرب اتنين للعكس بتاع كلمة optimistic. طب هو يعني ايه optimistic؟ هقول لك معناها متفائل. طيب عايز عكسها اول كلمة عندنا كلمة hopeless هي اول عكس الكلمة optimistic بمعنى ايه بمعنى ميؤوس منه. hopeful بمعنى متفائل ده معنى pessimistic يعني ايه مستر هقولك يعني متشائم. الكراسة يا ابني اللي انا قلتلك عليها في اول الفيديو يا حبيب قلبي يلا واكتب الكلمات الجديدة دي مهمة. السؤال اللي بعده رقم 31 بيقول لسعادتك she not to leave that awful man هي كانت عندها حق ان هي تمشي وتسيب هذا الاوفل مان الرجل الفظيع. طيب تعالى كده هي كانت محقة she was right. طيب she right هي صح هي صح او هي صحيحة لا 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 she had the right هي عندها حق letter C. 32 بيقول لك ايه هو اقرب فعل ينفع يجي مع كلمة goal هل هي do goal لا طبعا ممكن achieve goal لما هنا بتيجي بمعنى هدف عايز تحققه وممكن letter D score a goal لما تبقى هدف عايز ايه تحرزه في الفوتبول في كرة القدم. صار رقم 33 he was frustrated after his marriage يعني ايه مستر frustrated هقول لك هنا معناها احبط اصابه الاحباط بعد ما زواجه فشل after his marriage went wrong بعد ما زواجه فشل وايه تاني يا مستر مؤمن badly ولا will ولا bad طبعا letter D بعد ما زواجه فشل يمكن wrong ويمكن bad. 34 بيقول لك he was not of committing serious crimes يعني ايه مستر مؤمن هقول لسعادتك هو نقط لارتكابه serious crimes يعني جرائم خطيرة. طب هو كده guilty يعني ايه يعني مذنب accused يعني ايه مستر مؤمن هقول لسعادتك يعني متهم charged يعني مشحون guilt يعني ذنب innocence معناها البراءة او بريء. 35 بيقول لك argument and agreement طبعا ما بينهم تضاد antonyms letter B و opposites letter C. 36 بيقول لك the accident took place around 6 AM هي الحادثة حصلت حوالي الساعة 6 بيقول لك synonyms المرادف بتاع take place طب هي أصلا take place بمعنى إيه؟ هقول لك take place بمعنى يحدث. طيب يلا بينا أول معنى أو أول معنى قريب منها هي كلمة happen بمعنى يحدث stop بمعنى يتوقف stand still بمعنى إيقاف تام للطريق ولا occur بمعنى يحدث.
كده سنة أولى يبقى أنت خلصت معايا أهم الأسئلة اللي عندنا في المنهج. فأول سؤال في الامتحان اللي بيجي لك عبارة عن سؤالين 5 اختيارات، بتختار منهم إيه؟ اختيارين. بعد كده سنة أولى من أول سؤال رقم 37 ارجع بقى للاختيارات بتاعتك العادية جدا اللي هي 4 اختيارات، بتختار منها اختيار واحد. يلا بينا. سؤال رقم 37 بيقول لك in case of fire keep calm and evacuate the building quickly. عايز synonyms مرادف of evacuate يعني اخلاء. عايز مرادف كلمة اخلاء، اقرب معنى ليها. طب ما احنا عندنا letter B كلمة leave بمعنى يغادر. 38 بيقول لك I don't have not two trams. يعني ايه trams يا مستر؟ يعني جمبري. انا ما عنديش ايه من الجمبري. So I can eat it without worrying. انا ممكن اكله بدون قلق. يبقى هو هنا ما عندوش طاقة للجمبري ولا حساسية من الجمبري. Allergy letter B معناها حساسية. 39 بيقول لك Jenna usually changes the not once a week. She is keen أو she has keen to have a healthy place to sleep in. هي القصة كلها في sleep in. هي جنى اتعودت أو عادة بتغير الايه مرة في الأسبوع عشان هي اتعودت إنها تنام في مكان صحي ونظيف. يبقى هي اتعودت على تغيير الايه البيدنج يعني السرائر. 40 بيقول لك the government الحكومة is trying to improve، بتحاول ان هي تطور نقط measures مقاييس الايه on all railways في جميع قضبان السكك الايه الحديدية. safety measures يعني مقاييس الايه الامن والامان. 41 don't worry ما تقلقش all the information كل المعلومات you need اللي انت محتاجها is not on our website على الويب سايت بتاعها for bottom محظوره ولا available متاحه letter B. 42 بيقول لك there are a lot of do's and don'ts to follow for not life. هو بيقول لك هناك العديد من الايجابيات والسلبيات to follow لكي تتبعها for a not life. healthness ولا healthy ولا health ولا healthy life حياة صحية letter D. 43 بيقول لك you should learn how to not first aid. دايما first aid الاسعافات الاولية بيجي معاها do first aid. سؤال رقم 44 the not in our field في حقولنا is very fertilized يعني خصبة. بيقول لك ايه هي اللي في حقولنا وبتبقى fertile يعني خصبة. طيب ما احنا عندنا letter A soil بمعنى تربة زراعية. سؤال رقم 45 بيقول لك we must teach children how to not the danger of fire. احنا لازم ان احنا نعلم الاطفال ان هم يعملوا ايه في خطر النيران. لازم نعلمهم ان هم stack ان هم يتعلقوا في النيران ولا avoid يتجنب خطر النيران. 46 بيقول لك we need to make the working day more flexible. كلمة flexible هنا اصلا معناها ايه؟ معناها مرن. طيب هو عايز الانتونيم يعني المضاد بتاعها يعني العكس بتاعها. عايز عكس كلمة فليكسبل عكس مرن. طب هي حاجة مرنة. طب اول اختيار عندنا بمعنى ايه؟ اول اختيار عندنا بمعنى صلب. حاجة مرنة عكسها حاجة صلبة. فتبقى الاجابة بتاعت سعادتك يا شباب كلمة fixed letter A. Do you agree that the internet is the best not? انت موافقني في الرأي انت ان الانترنت ده يكون أفضل exploration استكشاف ولا invention اختراع ولا discovery اكتشاف ولا recovery. ده فكك منه ده إعادة التأهيل. خلينا في أول 3 اختيارات. هو الإنترنت ده يا شباب اكتشاف ولا اختراع؟ حاجة ما كانتش موجودة وبقت موجودة فده اختراع. طب طالما اختراع يا مستر يبقى letter B invention. بيقول لك يا جدعان ان الجي بي اس انيبلز بيخليك ان انت تبقى قادر على تو نوت يور جورني رحلتك فروم وان بليس تو انذر من مكان الى مكان اخر. درايف تسوق رحلتك، ارايف تصل رحلتك، ولوز تتوه عن رحلتك، ولا نافيجيت ان تتنقل برحلتك.
الصلي اللي بعده 49 بيقول لك I am sure you will solve this problem not your own بنفسك اسمها on your own letter A أول اختيار معناها بنفسك صار رقم 50 بيقول لسعادتك the policeman not at the terrorists to prevent them from escaping هو بيقول لك البوليسمان رجال الشرطة عملوا ايه في الارهابيين عشان يمنعهم prevent يعني يمنع from escaping من الهروب هم عملوا ايه في الارهابيين عشان يمنعوهم من الهروب frightened خوفوهم ولا fired اطلقوا عليهم النيران يبقى الاجابه بتاعتي letter B بيقول سعادتك I don't know who will know at the next match the two teams have efficient players انا مش عارف مين اللي المفروض يكسب الماتش اللي جاي الفريقين لديهم لعيبة مؤثرة زي الاهلي والزمالك كده فالاجابة بتاعت سعادتك هتبقى letter D win Not is large hill from which fire and rocks sometimes come out بيقول لك ان هي حفرة كبيرة جدا بيطلع منها نيران fire and rocks وصخر sometimes come out بتطلع بره الحفرة دي طبعا هو هنا بيتكلم على البراكين فالإجابة بتاعتي letter B volcano 53 بيقول لك the internet makes life easier الانترنت بيخلي الحياة اسهل you can buy things online with not of a button هو بيقول لك ان انت ممكن تشتري حاجات اونلاين ايه زي ما احنا بنقول ايه بتكت زرار طب يضغط هنا او تكت زرار delete لا طبعا click of a button 54 بيقول لك نقط is a machine that is controlled by a computer هي عبارة عن ماشين مكنة أو آلة بيتحكم فيها الكمبيوتر هل هو الريز ولا الراديو ولا الروبوت الإنسان الآلي السؤال اللي بعده سؤال رقم 55 بيقول سعادتك don't be cruel to animals cruel is similar in meaning to not بيقول سعادتك ان كلمة cruel هنا اللي هي اصلا معناها قاسي بيقول سعادتك is similar in meaning to كلمة similar in meaning to يعني عايز معنى مشابه ليها يعني من الاخر يا جدعان عايز synonyms يعني مرادف يعني أقرب معنى ليها effect قاسي طيب effective مؤثر cooperative متعاون harsh معناها صارم كلمة صارم هنا مش صرموم هي طبعا أقرب معنى لكلمة قاسي 56 بيقول لك he was depressed and in a confused state of mind يعني هو لديه فكر مشوش confused يعني مرتبك او متوتر او مشوش عايز synonyms عايز المرادف عايز المعنى اقرب معنى لكلمة متوتر او كلمة مرتبك او كلمة مشوش clear يعني واضح alerted يعني منتبه confessed يعني حازم كلمة puzzled يعني مستر مؤمن ايه معلق او مرتبك حتى بتجي من كلمة البازل اللي احنا بنحلها 57 بيقول لك the child jumped into the shallow water مياه او سطح مياه اجوف كلمة shallow the antonym of shallow عايز مضاد كلمة shallow لو سطح المياه اجوف عكسها سطح مياه deep يعني عميق 58 بيقول لك the government plans to provide a good knot system to develop global citizens هو بيقول لسعادتك ان الحكومة لديها خطة عشان تزود نقط حاجة جيدة او نظام نقط جيد عشان يطور من المواطنين المحليين طب هو هيدور على ايه exploration استكشاف civilization حضارة ولا education system نظام تعليمي جيد عشان يطور المواطنين المحليين 59 بيقول لك in the past في الماضي rich families العائلات الغنية employed بيوظفوا نقط to teach the children ثانية واحدة عشان يعلموا أطفالهم في المنزل هي
العيلة الغنية بتعين هاوس كيبرز، بس دي عشان تعتني بالمنزل مش عشان تعلم ايه اطفالهم، ولا هاوس وايفز. طيب سيرفنت الخدم برضو بيعتنوا بالمنزل، انما عندي هنا governesses معناها مربيات، هم دول اللي بيعلموا الايه الاطفال. 60. Can you not this high shelf to bring down the dictionary؟ ممكن او انت تعرف توصل للرف العالي ده عشان تجيب لي من عليه القاموس بتاعي؟ طب جو بيجي معاه حرف الجر تو، ما تنفعش. ريتش بتيجي من غير حروف جر، ما فيش حروف جر. ارايف بيجي معاها ات وان، ما تنفعش. جت بتيجي معاها حرف الجر تو، ما تنفعش. يبقى الوحيده اللي بمعنى يصل وبتيجي بدون حروف جر الا وهي ايه؟ ريتش. 61 بيقول لك the poor child's parents died، الطفل المسكين اللي والديه توفوا when he was five، لما كان عنده 5 سنين، يبقى الواد ده كده اصبح ايه؟ orphan بمعنى يتيم. 62 بيقول لك the young man tried to knot the small boat alone، الراجل ده حاول ان هو نقط المركب الصغيره بمفرده. dive يعني يغوص، drive يعني يقود، float يعني يطفو، paddle يعني يأدف. 63 بيقول لك اشرف نقط that he was mistaken، اشرف ادرك او عرف ان هو ايه ارتكب خطأ، so لذلك he apologized، هو اعتذر. طب بقول لك ايه، ايه الفرق ما بين letter b realized و recognized؟ هقول لك لا استنى بقى، بص هنا عندي كلمة realized او realize عموما بيبقى معناها يدرك او يفهم، المهم ان هو بيتكلم على شيء غير عاقل، يدرك او يفهم. انما كلمة recognize فهي بمعنى يتعرف على، وبتيجي مع شخص، يتعرف على شخص او يتعرف على مكان. طب يلا، هل هنا في سؤال رقم 63 الخطأ اللي عمله ده شخص؟ لا طبعا. الخطأ اللي عمله ده مكان؟ لا طبعا. يبقى هنا مستر مؤمن ريكوجنايزد ما تنفعش، فتبقى الاجابة بتاعتي letter B realized. 64 بيقول لك the assistant climbed up onto the knot of the ship before it sailed. الاسيستنت المساعدين اللي على طاقم السفينة بيقول لك ان هم بيطلعوا كلايمبد يقفزوا على ايه؟ بتاع السفينة قبل ما يبحروا. طب يلا بينا ديت التاريخ، دك يعني بطة، دك يعني ظهر السفينة. 65 طبعا يا جماعة اللي هي الترابيزة. سؤال رقم 65 بيقول لك I am sure، أنا متأكد this ointment will help heal your knot. كلمة ointment معناها مرهم، هيساعد جرحك إنه يلم. طب فين كلمة جرحة عندنا في الاختيارات؟ آخر اختيار letter D ألا وهو كلمة wound. 66 بيقول لك نديم نقط the present in a gift paper، حط الهدية بتاعته في gift paper صندوق هدايا before، قبل ما he gave it to his friend، قبل ما يديها لصديقه. طيب لف الهدية في صندوق هدايا، يبقى كلمة trapped letter D معناها يلف أو يغطي. 67 بيقول لك don't be cruel، ما تبقاش قاسي مع هذه القطة، عايز الانتونيم المضاد، عايز العكس of cruel. طب احنا قلنا فوق قبل كده ان كلمة cruel معناها قاسي. طب يلا بينا يا جدعان، اول كلمة sad حزين، تاني كلمة عندنا كلمة careful معناها حريص، تالت كلمة عندنا merciful معناها رحيم. يا مستر خلي بالك القراصة بتاعت سعادتك، يلا واكتب الكلمات دي مهمة جدا. يبقى الاجابة بتاعتي letter C عكس قاسي رحيم. سؤال رقم 68 بيقول لك in case of fire keep calm and not the building، هو بيقول لك لما يحصل الحريقة المفروض ان انت تخليك هادئ وتعمل ايه في المبنى؟ تخلي المبنى. فالاجابة بتاعتي letter A evacuate بمعنى يخلي. 69 بيقول لك 10 people at نقط were injured، 10 اشخاص على الاقل اتصابوا because of the bus accident، بسبب حادثة الاتوبيس. I think انا اعتقد the number will increase، انا اعتقد ان الرقم ده هيزيد شويه. طب انا عايز expression بمعنى على الاقل اسمها at least، ال اي اي اس تي هتلاقيها اول اختيار.
سؤال رقم 70 بيقول لك early explorers used to not by observing the stars. بيقول لسعادتك ان المستكشفين used اعتادوا على نقط by observing the stars. يعني ايه يا مستر؟ هقول لسعادتك معناها مراقبة النجوم. الناس المستكشفين اللي بيطلعوا الفضاء اللي بيروحوا الاماكن الغريبة بيتعودوا ان هم دايما ايه؟ dreaming ولا irrigate ولا navigate، يعني التنقل عبر مراقبة الايه يا اولاد؟ النجوم. السؤال اللي بعده يا سنة اولى بيقول لك نقط is the most useful invention، هو اهم او اكتر اختراع مفيد. ايوه الايه؟ عشان اعرف الاختصارات دي. if you don't know how to find the place، مكان. طب ثانية واحدة كده، هو احنا دلوقتي لما مثلا واحنا سايقين العربية بنشغل ايه عشان نوصل للمكان؟ بنشغل الجي بي اس. فالاجابة بتاعتي هتلاقيها letter B. 72 بيقول لك it's the duty of the international charity organizations to give due care to. طيب هنا بيقول لك ان هو واجب المنظمات الخيرية العالمية to give due care to، ان هي تعطي رعاية للايه؟ criminals المجرمين، members الاعضاء، orphans اليتامى، organs الاعضاء بتاعة الجسم طبعا، ان هم يدوا رعاية زيادة الى الorphans الايه؟ الناس اليتيمة. سؤال رقم 73 بيقول لك the نقط we employed in our house. استنى بقى، هو بيتكلم هنا على الهاوس، واحنا اتفقنا ان الهاوس ده بيحصل فيه كذا حاجة، يا اما رعاية منزل يا اما تعليم الاطفال. بيقول لك does all the house work. لا استنى، هنا بيتكلم على رعاية المنزل، فانت هنا عادي جدا governance يعني المربيات، فهنا الاجابة بتاعتي هتبقى letter B servant بمعنى الخدم. 74 بيقول لك my brother had an accident he returned home with a knot around his arm. هو عمل حادثه ورجع البيت ايه؟ حوالين دراعه. اول كلمه كلمه باندج بمعنى ضماده زي البلاستر كده، او اللي احنا بنقول عليه لزق طبي. 75 بيقول لك عمر has a new نقط on his smartphone. استنى كده، هو بيقول لك عمر لديه ايه على السمارت فون؟ to understand foreign languages، اللغات الأجنبية. هو على السمارت فون بينزل شات ولا بينزل اب ولا انترنت ولا كليك؟ طبعا على السمارت فون بننزل، او على موبايلاتنا بننزل ابلكيشن اختصارها كلمة ايه؟ اب. 76 انا اسف، نفسي اوصل ل 96 ده والله، نفسي اوصل لرقم. تعبتكم معايا يا سنه اولى، انا عارف، معلش شد حيلك كده معايا يا بطل هانت. بيقول لسعادتك the students answered all the questions in the نقط and then checked this scores. بيقول لحضرتك ان الطلبه جاوبت كل الاسئله اللي في الفيدباك ولا اللي في الانفنشن ولا اللي في الكويز، يعني امتحان صغير زي الامتحان اللي حضرتك اخدته الفتره اللي فاتت دي. ايه اللي يلا اللي سطر رب ومؤمن فريد ما يفضحوش، اللي جبت فيه درجات كويسه يا سنه اولى. سؤال رقم 77 بيقول لك my dad uses not if he doesn't know which road to take. بص، my dad والدي بيستخدم حاجه معينه لو مش عارف انهي طريق هياخده عشان يوصل، يبقى هنا الاجابه بتاعتي جي بي اس لتر دي. 78 in the future في المستقبل we will have، هيبقى لدينا the نقط to travel to space، ان احنا نقدر نسافر عبر الفضاء on our holidays في اجازاتنا. لدينا technology التكنولوجيا، invention الاختراع، انترنت الانترنت ما هو لدينا دلوقتي، روبوت الانسان الالي ما هو برضو لدينا دلوقتي، فهتبقى الاجابة بتاعتي تكنولوجيا. 79 كمال نقط his homework before he went to the cinema. ده سؤال جرامر كده على الماشي. عندنا before أداة ربط، بعد منها عندنا went past simple ماضي بسيط، يبقى قبل منها لازم يجي past perfect ماضي تام، فالإجابة بتاعتي هتبقى letter A had finished. واحنا اليومين اللي فاتت رجعنا الجرامر بتاعنا بطريقة جميلة جدا، ولسه هنراجعه في الفيديو بتاعنا النهاردة. بيقول لك رقم 80 I have a bad cold so it's difficult for me to not، هو عنده برد شديد، يبقى هو من الصعب ان هو to breathe لكي يتنفس letter A.
الفصل اللي بعده رقم 81 سنة أولى بيقول لك we should always put our plastic wrappers ال 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 المخلفات اللي هي البلاستيك in a separate يعني منفصلة أو منفصل. المفروض ان انت تحط القمامة بتاعتك او الزبالة بتاعتك في صناديق قمامة منفصلة. صناديق القمامة هنا كلمة pan تاني اختيار. بيقول لك fortunately لحسن الحظ the police الـ 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 الشرطة could not the mystery and catch the criminal. قدرت ان هي solve the mystery انها تحل القضية او الجريمة وكمان catch the criminal تقبض على المجرمين. 83 بيقول لك it's very easy من السهل to not around in استنى كده expression around in the city المدينة يتجول في المدينة اسمها get around يتجول. 84 بيقول لك there was an emergency so the school was not في حالة طوارئ فإذا المدرسة survived ولا navigated ولا evacuated هيتم ايه؟ هيتم إخلاءها عشان حالة الطوارئ. سؤال رقم 85 بيقول لك the police could help the injured man because they had learned about not. بيقول لك الأطفال أو الأولاد قدروا إن هم يساعدوا الشخص المصاب بسبب إيه؟ بسبب إن هم اتعلموا عن إيه؟ هم قدروا يساعدوا شخص مصاب يبقى هم تعلموا عن الخطر ولا تعلموا عن الفيرست إيد يعني الإسعافات الأولية. بيقول لك 86 خالد love his job because it's very not stressful هو بيحب شغله عشان هو بيضغطه ولا بيحب شغله عشان هو rewarding يعني ايه rewarding يا مستر شغل مجزي يعني بيديله فلوس كتيرة من الاخر. سؤال رقم 87 بيقول لك جمال wants to do a not to learn how to be a builder هو عايز يبقى builder فهو عايز او يريد ان هو يعمل ايه attendant عايز يعمل صحوبية industry عايز يعمل صناعة ولا عايز يعمل apprenticeship يعني فترة تدريب مهنية letter C. سؤال رقم 88 بيقول لك the most important skill for a teacher is to be a good نقط اكتر مهارة لازم يتمتع بها المدرس الكويس زي مؤمن فريد كده ان هو يبقى to be a good communicator متصل جيدا مع الطلبة يعني بيتواصل معهم باستمرار زي ما انت كده تبعت لي مسج على الواتساب ما بردش عليك على الواتساب تبعت لي مسنجر ما بردش عليك على المسنجر وهكذا فده لازم يبقى ايه a good communicator. 89 بيقول لك I didn't enjoy that novel because the plot was very complicated انا ما استمتعتش بالقصة او بالرواية دي because the plot القصة بتاعتها او الحبكة بتاعتها كانت very complicated السيناريو بتاعها كان complicated يعني معقد. الكراسة يا ابني اللي انا قلت لك عليها اكتب الكلمات دي مهمة لعل وعسى تستفاد مني في كلمة منهم بكرة في الامتحان. سؤال رقم 90 بيقول لك becoming a world champion in your sport is an amazing نقط ان انت تبقى champion بطل عالمي في رياضتك اللي انت بتحبها فده يعتبر نقط مذهل competition ولا winner ولا medal ولا achievement يعني انجاز. السؤال اللي بعده بيقول لك he inspired many young people to take up the sport عايز السنونيم يعني عايز المرادف او عايز المعنى of كلمة inspire يلا يا ابني الكراسة بتاعتك يعني ايه كلمة inspire يا مستر هقول لك كلمة inspire يعني يلهم هو عايز اقرب معنى لكلمة يلهم طب ما انا عندي كلمة encourage اول واحدة بمعنى ايه يا شباب بمعنى يشجع. سؤال رقم 92 بيقول لك the company الشركة must be able to compete in the international market كلمة compete is the antonym في نقط طب يلا بينا هنا اصلا كلمة compete يعني ينافس طيب هو محتاج ايه is the antonym محتاج العكس يا اولاد طب يلا بينا هل عكس كلمة ينافس يساعد
ولا يتحدى تشالنج ولا جيف اب لترسي بمعنى يستسلم؟ طبعا عكس كلمة ينافس يستسلم. 93 بيقول لك athletes play well and not against each other to win medals. طيب هم لاعبي ألعاب القوة دول لعبوا كويس جدا وكمان بينافسوا ضد بعض للفوز بالميداليات. طب كلمة ينافس يعني ايه؟ كلمة ينافس هي لسه واخدينها في السؤال اللي قبل منها letter P، كلمة compete بمعنى ينافس. بيقول لك supposed I suffered from a reading، نفترض ان انا بعاني من القراءة، صعوبة القراءة. ونقط from a reading نقط، هو لديه ايه؟ لديه صعوبة، لديه اعاقة. ما هي مش كل الاعاقات حركية يا شباب. الاعاقة دي يا جماعة هي عدم القدرة على فعل شيء. فهو بيقول لك نفترض ان انا بعاني من صعوبة القراءة او من اعاقة القراءة. طب كلمة اعاقة هنا يعني disabled يعني معاق. الناون منها او الاعاقة كلمة disability letter B. السؤال ده مهم قوي قوي قوي. بيقول لك worst yet والأسوأ كمان من ذلك was illiterate يعني ان انا امي جاهل يعني. سؤال رقم 95 بيقول لك 800% of union نقط، 80% of من اعضاء الاتحاد are opposed to going on strike over this issue. طيب بيقول لك 80% من اعضاء الاتحاد اعترضوا على هذه القضية. طيب انا عايز اقول اعضاء، يبقى كلمة members وكلمة issue القضية. 96 بيقول لك television has such a نقط on our kids، بيقول لك التلفزيون لديه تأثير على أطفالنا. طب طالما تأثير effect بمعنى يؤثر، التانية اسمها effect بتساوي كلمة impact الأولانية معناها تأثير. effect الاثنين يدوا معنى تأثير. 97 بيقول لك my parents encouraged my نقط in science، هم دايما والدي بيشجعوا اهتمامي بالعلوم. طيب اهتمامي انا يبقى my interest، لان interested لما بتيجي مع in بيبقى معناها يهتم بيه، فمش هينفع تبقى my interested in، يعني حتى مش عارف اقولها بالعربي. 98 بيقول لك government departments، أعضاء الحكومة are in direct نقط with each other for limited resources، الموارد المحدودة. بيقول لك أعضاء الحكومة لديهم إيه؟ لديهم direct competition، منافسة مباشرة مع إيه؟ مع الموارد المحدودة. كلمة limited resources موارد محدودة. 99 بيقول لك I regret، أنا متأسف جدا to inform you، إن أنا أبلغك that your application was. طب هو طالما متأسف يبقى الابليكيشن بتاعته successful نجحت ولا unsuccessful؟ للأسف ما نجحتش. بيقول لك سؤال رقم 100 I am going to start not against cutting down trees in my town، قطع الأشجار في مدينتي، أنا لازم أو أنا سوف أبدأ بكامب معسكر ولا كامبيجن. يعني إيه مستر مؤمن؟ هقول لسعادتك يعني وقفة احتجاجية أو احتجاج، وساعات برضو بتيجي معنى حملة. سؤال رقم 101 بيقول لك he is really not، he did many bad things against the law، هو عمل حاجات كتير جدا ضد القانون، يبقى he is really guilty يعني مذنب. بيقول لك I am sure the police will solve the نقط and arrest the criminal، اخدناها فوق قبل كده. بيقول لك ان البوليس will solve the mystery، هيحل القضية او الجريمة دي وهيقبض على المجرمين. بيقول سعادتك سؤال رقم 103 هانا loves animal so she wants to be a نقط، هي بتحب الحيوانات يبقى هي عايزة تطلع تيتشر مدرسة. مش هينفع اتكلم بس انتوا فهمتوا من وجهة نظري او من نظرتي انا اقصد ايه، ما علينا يعني. طبعا ما
مش هينفع تبقى مدرسة، ولا بلامبر ولا فيت يعني طبيب ايه؟ طبيب بيطري يعني طبيب الحيوانات. كده سنة أولى حبايب قلبي، يبقى احنا خلصنا جزء الحل الخاص بالفوكاب واللانجويج نوتس والديفينيشنز، الكلمات والملحوظات اللغوية والتعريفات. لو جينا دخلنا على جزء الحل التاني يا شباب، في الجزئية الخاصة بالجرامر. الجرامر طبعا يا شباب اتشرح لكم في المراجعة على مدار 3 حصص. اول حصة خلصنا يونت 7 و 8 ثم 9 و 10 واخر حصة ختمنا بيها يونت 11 و 12. فبالتالي كده الجرامر بتاع سعادتك اتراجع كلمة كلمة، وما سبناش تكايت ثانوية عامة الا وقلنا عليها في الحصة. طب انا دلوقتي فاضل لي ايه يا مستر مؤمن؟ فاضل لي ان انت تتدرب على اهم اسئلة كتاب المدرسة، اهم اسئلة السنين اللي فاتت، اهم اسئلة منصة لونج مان. تعال يلا بينا نشوف كل سؤال هيودينا فكرته او هتودينا فكرته لحد فين. يلا بينا. سؤال رقم واحد بيقول لي سعادتك يا حبايب قلبي، ميس أماني is a nurse. ميس أماني تكون ممرضة. So she not be very caring. طيب ده كده يونت 12، ده آخر يونت في المنهج. بيقول لك إيه؟ استنتاجات بقى. ميس أماني ممرضة. So لذلك she not be very caring. caring هنا من الصرموم هي بمعنى إيه؟ هقول لسعادتك جاية من كلمة care. بمعنى إيه؟ هقول لسعادتك بمعنى عناية أو رعاية. طيب يلا بينا هنا، طالما هي ممرضة فهي أكيد بتتعامل بعناية أو برعاية ولا لأ؟ أكيد. فهنا ده استنتاج مؤكد على حدوث الشيء، فبالتالي بنستخدم له أول واحدة must. السؤال الثاني بيقول لك that not be my book. I have mine in my bag. خلي بالك بيقول لك ايه؟ I have mine in my bag. يعني ايه مستر مؤمن؟ يعني انا الكتاب بتاعي في الشنطة بتاعتي. طب يلا بينا تعال نشوف الاختيارات. احنا اتفقنا مع بعض ان must استنتاج مؤكد على حدوث الشيء، مؤكد على حدوث الشيء. ما عندناش حاجة اسمها كان في الاستنتاجات. عندنا كانت استنتاج مؤكد بس على عدم حدوث الشيء. يلا بينا، ما عندناش doesn't في الاستنتاجات. طب يلا، انا عندي دلوقتي استنتاج مؤكد على حدوث الشيء بمست، وعندي استنتاج مؤكد على عدم حدوث الشيء بكانت. طب هو بيقول لك ان الكتاب بتاعي في الشنطه بتاعتي، يبقى ده اكيد كتابي ولا مش كتابي؟ لا ده مش كتابي، فهنا استنتاج مؤكد على حدوث الشيء، فالاجابه بتاعتي هتبقى letter C كانت. السؤال اللي بعده رقم 3 بيقول لك مونا was absent from school yesterday. يعني مونا كانت غايبة. absent غايبة، غايبة من المدرسة امبارح. so she not ill. طيب لذلك هي تكون ايه؟ هي تكون مريض. تعالى يلا بينا نشوف. must have been استنتاج مؤكد على حدوث الشيء، can't be استنتاج مؤكد على عدم حدوث الشيء، had to be مالناش دعوه بيها، mustn't be مالناش دعوه بيها. طب يلا بينا، طالما هي كانت غايبه عن المدرسه امبارح يبقى هي اكيد مريضه ولا اكيد مش مريضه؟ اكيد مريضه يا مستر، يبقى ده استنتاج مؤكد على حدوث الشيء. واتفقنا مع بعض في مثال رقم 2 ان مؤكد على حدوث الشيء يبقى كلمه ايه؟ must. فبالتالي في رقم 3 هتبقى الاجابه بتاعت سعادتك must have been اول اختيار. سؤال رقم 4 بيقول لك look انظر that is the gold medal not the athlete won the purple. استنى خلي بالك، هو هنا بيتكلم عن حاجه اسمها روابط الوصل، اليونت اللي قبل الاخير. روابط الوصل احنا اتفقنا مع بعض يا شباب ان احنا لو جينا مثلا اتكلمنا على هو واتكلمنا على which، دي الرئيسيه طبعا يا شباب، واتكلمنا على where، واتكلمنا على when، فاحنا اتفقنا مع بعض ان هو هتيجي مع العاقل وان which هتيجي مع غير العاقل وان where هتيجي مع المكان وان when هتيجي مع ليه يا شباب؟ مع الوقت. طب يلا بينا تعال نبص في الجمله بتاعتنا. بيقول لسعادتك the gold medal. احنا الخطوه بتاعتنا هنا في الدرس ده كنا بنبص على الاسم اللي قبل النقط، الميداليه الذهب، هل هو ده عاقل ولا غير عاقل؟ ده غير عاقل. طب الغير العاقل بيجي معاه ايه؟ بيجي معاه ويتش، فبالتالي الاجابه بتاعتك letter B. السؤال اللي بعده بيقول لك the customer the reported speech الكلام الغير مباشر the customer not the shop assistant for some help. طب تعال نشوف الاختيارات بتاعتنا، يلا بينا ترجمتها. بيقول لك the customer اخبر said بمعنى قال thought بمعنى اعتقد
ده كده بيتكلم على فعل القول وترجمته أسقط، بمعنى يا إما طلب يا إما سأل. طب يلا بينا، هل الكاستمر الزبون أخبر ذا شوب اسيستنت المساعد اللي في المحل فور سام هيلب للمساعدة، ولا قال المساعدة، ولا اعتقد المساعدة، ولا طلب المساعدة؟ طبعا يا سنة أولى هتبقى لتر دي، أسقط. أسقط شوب اسيستنت فور سام هيلب، طلب من المساعد اللي في المحل إن هو إيه يساعده. السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول لك نفس الكلام، ريبوردد سبيتش، فاطمة نقط هير سيستر ذات. طب احنا اتفقنا ان كلمة ذات لما تتواجد في الجملة يبقى الجملة بتاعتي دي دايركت ولا ان دايركت؟ لا، الجملة دي ان دايركت، يعني غير مباشر. طيب يلا بينا، طالما الجملة بتاعتي غير مباشر وبيسألني على فعل القول، يبقى انا لازم افكر الطلبة بتاعتي كان ايه الفرق ما بين المباشر والغير مباشر. اتفقنا مع بعض يا اولاد ان في الكلام المباشر كان فعل القول عبارة عن حاجة من الاثنين، يا اما ست يا اما ستو. طب ايه الفرق ما بين سد وستو؟ هقول لسعادتك والله سد لما كان بيتكلم شخص واحد، انما ستو لما كان بيتكلم شخصين. طب ده في الكلام المباشر، انما في الكلام الغير مباشر يا اولاد لو شخص واحد هتفضل سد زي ما هي، انما لو شخصين هتبقى told. طب يلا بينا، احنا اتفقنا مع بعض ان الجملة رقم 6 فاطمة ادي الشخص الاولاني بتكلم اختها ادي الشخص التاني، يبقى ده كده كم شخص؟ ده شخصين، يبقى الكلام بتاعي غير مباشر والمتحدث شخصين، فالاجابة بتاعتك هتبقى told. يبقى تعال نبص في الاختيارات عندنا، هتلاقي letter D اخر اختيار. السؤال رقم 7 اللي بعد منه بيقول لك حازم اسكد نقط he could leave the lesson early. خلي بالك، صلي على النبي، بيقول لسعادتك في الكلام الغير مباشر لو اتكلم على لو فعل القول بتاعي، اهو ركز، لو فعل القول في الغير مباشر said او told، فالرابط بتاع سعادتك دايما هيبقى ذات. حتى لو بصيت على المثال اللي قبله رقم 6، لما كان ذات رابط الوصل بتاعك اخترت ايه؟ told فعل القول بتاعك. طب لو كان فعل القول بتاعك اسقط، فالرابط بتاعك ممكن يكون واحد if، اتنين وذر، واحذر من السبيلنج بتاع وذر، لان وذر دي غير وذر التانية بتاعت الطقس، وذر دي دبليو اتش اي، التانية دبليو اي اي، انا عايز دبليو اتش اي اللي بتساوي كلمة اف معناها اذا او لو. طيب ثلاثة، يا اما تو او نوت تو. اربعة واخر حاجة عندنا يا مستر مؤمن، اداة استفهام. طب تعالى كده نشوف فعل القول عندنا ايه يا اولاد. بص كده في مثال رقم 7 بيقول لك حازم اسكد، فعل القول عندي اسكد. يلا بينا، مستر مؤمن قال لي لما فعل القول بتاعك يبقى اسكد هتدور على اف، هتدور على وذر، هتدور على تو، هتدور على نوت تو، او على اداه استفهام. بص على الاربع اختيارات بتاعتك مش هتلاقي غير وذر، بس خلي بالك بص عمل لك ايه اللي انا حذرتك منه، جاب لك وذر مكتوبه مره سبيلنج صحيح ومره سبيلنج غلط. طب وذر الثالثه ده السبيلنج بتاع كلمة ايه يا ولاد؟ بتاع كلمة الطقس يا سنة أولى، دي أنا مش عايزها في حاجة، أنا عايز weather بمعنى إذا أو لو اللي هي دبليو اتش، فبالتالي الإجابة بتاعت سعادتك الاختيار التاني weather. السؤال اللي بعده سؤال رقم 8 بيقول لك a new school المدرسة الجديدة نقط in our village last year. طيب ما هي كلمة last دي من الكلمات الدالة على الباست سمبل الماضي البسيط. تعال نشوف الاختيارات عندنا كم واحدة ماضي بسيط. built دي ماضي بسيط سيبها، was built ماضي بسيط، was building ماضي مستمر، had been built ده ماضي تام. يبقى انا عندي الاولى تنفع وعندي التانية تنفع، ايه الفرق ما بينهم يا مستر؟ خلي بالك الاولى دي اكتف والتانية دي باسف، الاولى مبني للمعلوم والتانية مبني للمجهول. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ يلا بينا نعمل الحركات بتاعتنا، طلع اصل الفعل فوق النقط وترجمه بالعربي. يلا يا ولاد، اصل الفعل بيلد معناها بالعربي يبني، بعد كده بنعمل كوبري ونفق،
الكوبري قام والنفق وقع، من قام بالفعل فهو فاعل ومن وقع عليه الفعل فهو مفعول. طب يلا بينا سنقول، المدرسة قامت بالبناء ولا وقع عليها البناء؟ وقع عليها البناء طبعا. طب ما المستر قال لي ايه؟ من وقع عليه الفعل فهو مفعول، يبقى الجملة بدأ بمفعول. وطالما الجملة بدأ بمفعول يبقى مبني للمجهول، فالإجابة بتاعتي الاختيار الثاني وسبلت. السؤال الأخير في الفورم اللي قدامنا دي بتقول لك you not make a loud noise in the library or you will get into troubles. طب خلي بالك ده unit 1 ده unit 7، أول unit عندنا في الترم الثاني. بيقول لك إيه؟ not make a loud noise، تعمل ضوضاء فين؟ in the library. طب دي حاجة ما ينفعش تعملها، يبقى أنا عايز نفي. طب بص على الأربع اختيارات مش هتلاقي غير نفي واحد يا سنة أولى، ألا وهو letter C. سؤال رقم 10، حالة من حالات إف. لا استنى، حالة من حالات إف، تعالى كده إيه بسرعة نفتكر حالات إف عموما كانت إيه. بص يا ولاد، إف يا ولاد كانت عبارة عن أربع حالات: صفرية، أولى، ثانية، ثالثة. طيب تمام، بيقول سعادتك هنا اهو دي الزيرو، دي الفيرست، دي السكند، دي الثيرد. بيقول لحضرتك ايه بقى؟ بيقول لسعادتك الحالة الصفرية دي عبارة عن زمنين، ايه هم الزمنين دول؟ الزمن الاولاني present simple مضارع بسيط، والزمن الثاني present simple مضارع بسيط. وكانت الحالة الصفرية يا مستر مؤمن تعبر عن ايه؟ هفكر سعادتك وهقول لك ان الحالة الصفرية دي الوحيدة اللي كان ليها usage استخدام تعبر عن الحقائق العلمية ولا عادات. اي جملة فيها حياة علمية او عادة من العادات اللي بيفعلها الشخص في يومه او في الروتين بتاعه، فدي الحالة الصفرية. المضارع البسيط ده كان كام شكل يا مستر مؤمن؟ هقول لسعادتك كان ثلاث اشكال: يا اما فعل في المصدر، يا اما فعل اخره اس، يا اما ام او از او ار، يا اما دونت او دازنت. ده شكل البريزنت سيمبل في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية. طيب لو كانت الحالة بتاعتي الحالة الأولى أولاد، هقول لك لا ثانية واحدة، لو الحالة الأولى فهتبقى الجملة الأولانية present simple مضارع بسيط. المضارع البسيط ده احنا اتفقنا على اشكاله ان هو عبارة عن تاني اهو فعل في المصدر اخره اس، ام او از او ار، يا اما don't يا اما doesn't. طب دي الجملة الاولانية، انما الجملة التانية في الحالة الاولى فهتبقى حاجة من الاتنين، يا اما will يا اما won't. وبعد ويل وبعد وونت احنا متعودين ان بيجي وراها انفينيتيف، يعني فعل فين؟ في المصدر. واتفقنا مع بعض على ملحوظه صغيره هنا مستر مؤمن في الحاله الاولى دي، ايه هي الملحوظه دي؟ ان احنا عندنا ويل بتساوي كان، ماي، شال، شوت. طب الحالة التانية second conditional، بيقول سعادتك الحالة التانية على طول الجملة الأولى هتبقى past simple ماضي بسيط اللي هو أشكاله عبارة عن فعل أخره ED أو فعل غير منتظم أو was where أو كلمة didn't منفية أو مثبتة. دي الجملة الأولانية، إنما الجملة التانية يا أولاد عبارة عن would أو wouldn't ووراهم على طول infinitive يعني فعل فين؟ في المصدر. وكانت الملحوظة الصغيرة اللي أخدناها على الحالة التانية من مستر مؤمن كان بيقول لك إن would هتساوي إيه؟ يلا بينا، هتساوي could، هتساوي might، هتساوي should.
الأخيرة وهي الحالة الثالثة يا سنة أولى فكانت عبارة عن الجملة الأولى ماضي تام. الماضي التام ده كان عبارة عن هاد والتصريف الثالث. والجملة الثانية يا سنة أولى كانت عبارة عن يا إما would يا إما wouldn't ثم have والتصريف الإيه؟ والتصريف الثالث. ده كده يا سنة أولى بشكل مختصر جدا أربع حالات من إف. خد بقى سكرين كده يلا بينا للسبورة دي عشان تعرف تحل بيها. يلا بينا تعال نرجع تاني للحل بتاعنا. بيقول لي سعادتك سؤال رقم 10 if ماجدة نقطة language course she would be able to speak to foreigners. طب تعالى كده إلى الأجانب. يلا قاعدة من قواعد إف تعالى نشوف هي أنهي قاعدة عشان تحدد هي أنهي حالة من الأربع حالات. فأنت لازم ترمي عينيك على الجملة الكاملة عشان تحدد أنت في أنهي حالة. الجملة الكاملة من أول شيء لحد الآخر. يلا بينا. بيقول لك she would be able to would والمصدر. طب هي would والمصدر دي حالة كام؟ هقول لك would والمصدر دي حالة تانية. طيب طالما دي حالة تانية would والمصدر يبقى انت عايز هنا ايه؟ يبقى انت عايز هنا past simple ماضي بسيط. طب يلا بينا الاختيارات بتاعتك هتلاقي الماضي البسيط بتاعك letter C. السؤال اللي بعده بيقول لك what would you do if your friend. يلا ها حالة من حالات if هترمي عينيك على الجملة الكاملة هتلاقيها هنا في الاول. يلا بينا معاك would ومعاك مصدر يبقى دي حالة كام؟ حالة تانية. يبقى انت محتاج في النقط هنا ايه؟ محتاج في النقط هنا باست سامبل ماضي بسيط. طب يلا يا اولاد تعال نبص في الاختيارات عندنا نشوف الماضي البسيط هتلاقيه اخر اختيار كلمه هاد. نرجع لروابط الوصل تاني. سؤال رقم 12 the person نقط is teaching. بص على الاسم اللي قبل النقط هتلاقيه عندك person. واتفقنا في الصفحة اللي فاتت ان العاقل يا سنة اولى بنحط معاه رابط الوصل هو. فبالتالي في السؤال رقم 12 هنحط الاجابة letter B هو. السؤال اللي بعده رجعنا تاني لحالة من حالات if. If he cut his finger with that knife it not. طب يلا بينا الجملة الكاملة هي الأولانية. بيقول لك if he cut. طيب cut دي زمانها يا مستر؟ هقول لك cut دي زمانها past simple ماضي بسيط. طب يبقى الناحية التانية انت محتاج ايه يا مستر؟ هقول لك الناحية التانية في الحالة التانية انت محتاج would والinfinitive would والمصدر. بص في الأربع اختيارات بتوع سعادتك الإجابة بتاعتك would heart letter C. السؤال اللي بعده رقم 14 بيقول لك if I wasn't busy. يلا بينا حالة من حالات if. if I wasn't busy لو انا ما كنتش مشغول I would come your party. والله بص انا لو ما كنتش مشغول انا كنت جيت الحفلة بتاعتك. this means that الجملة دي معناها ايه؟ ان I not busy هو انا لو انا بتكلم معاك يا سنة اولى كده وش لوشك كده وبقول لك والله بص يا محمد انا لو ما كنتش مشغول والله العظيم كنت جيت الحفلة. يبقى انا كده ايه؟ الله ينور عليك يبقى انا كده فعلا مشغول. يبقى كده that I not busy يبقى انا مشغول. فبالتالي انا عايز اجابة مثبتة فهتبقى الاجابة بتاعتي I am busy. السؤال اللي بعده رقم 15 بيقول لحضرتك we not learn computer skills. احنا نقط نتعلم مهارات الكمبيوتر at school في المدرسة because they are useful مفيدة جدا. يبقى هنا انا عايز اجابة مثبتة هتلاقي عندك اربع اختيارات ثلاثة منفيين وواحدة مثبتة. يبقى الاجابة بتاعتي letter B should ينبغي. شريف نقط his dad to give him a lift to school because he was late. طب ايه ده؟ استنى كده رابط الوصلة عندنا ايه؟ عندنا تو. طب ما هبص للاربع اختيارات هو بيسألك على ايه؟ بيسألني على فعل القول. طب ارجع صفحة كده هو قال لك مستر مؤمن ان لو كان رابط او أداة الربط اللي عندك في الجملة يا اما تو يا اما not to خلي بالك هيبقى فعل القول عندك اسمه ايه؟ اسمه أسكت. طب ارجع تاني كده للصفحة لما أداة الربط تو يبقى انت كده هتربط بإيه او هتكتب فعل القول بتاعك ايه؟ letter A أسكت اول واحدة.
الفصل اللي بعده 17 بيقول لك the lady not taken to hospital in an ambulance after the fire last night. After the fire last night. Last night. يلا بين. Last night دي كانت من الكلمات الدالة على الايه؟ على البوست سيمبل، على الماضي البسيط. تعال نشوف اختياراتنا. يلا كم اختيار ماضي بسيط. الاولاني ده مستقبل. التاني ده ماضي تام. او ماضي. ثانية واحدة. لا ماضي تام. انا اسف. Letter C ده مضارع. الوحيدة اللي ماضي بسيط عندنا مستر مؤمن هي ايه؟ طبعا هتلاقيها letter D كلمة was. سؤال رقم 18 يا شباب بيقول لك when the alarm rings we knock the building. طب يلا بينا. بيقول لك ايه؟ when اهي. ما هي if بتساوي when. ها when the alarm rings لما جهاز الانذار يرن او يضرب we knock the building. طب ما دي مستر مؤمن عادة، والعادات دايما حالة صفرية. الجملة الاولى present simple، الجملة الثانية present simple. طب فين ال present simple؟ مع we بتاخد infinitive، بتاخد مصدر، فبالتالي الاجابة بتاعتك هتبقى اخر اختيار كلمة leave، يغادر المبنى. السؤال اللي بعده 19 بيقول لك سامية didn't buy the new dress until her mother knocked her enough money. لا ثانية واحدة بقى معلش. until هنا دي أداة ربط، وأداة الربط دي عندنا ليها قاعدة. بيقول لي سعادتك until واختها till، الاثنين دول ما بيجيش غير في نص الجملة، قبلهم جملة وبعدهم جملة. الجملة اللي قبل منهم لازم تبقى ماضي بسيط منفي، والجملة اللي بعد منهم لازم تبقى ماضي تام. طب يلا بينا تعالى نشوف هنا until. هو بيسألني على ايه؟ بيسألني على الجملة اللي بعد منهم. طب ما هناك المصر قال لي ان الجملة اللي بعد منهم لازم تبقى past perfect ماضي تام، يعني had والتصريف الثالث، فتبقى الاجابة بتاعت سعادتك had given الاختيار الايه؟ الثالث. السؤال اللي بعده سنة أولى بيقول لحضرتك grandma usually نقطة short nap قيلولة short nap if she feels tired. يلا بينا رجعنا حالة من حالات if. الجملة الكاملة هي الجملة التانية. بيقول لك feels آخرها s ده present simple مضارع بسيط. المضارع البسيط عندنا مشترك في حالتين، يا إما صفرية يا إما أولى. لو تعبر عن حقيقة علمية أو عادة من عادات الشخص يبقى حالة صفرية. طب هنا بيقول لك grandma جدتي usually عادة، فدي كده عادة من عادات الشخص، فدي كده مستر مؤمن zero conditional الحالة الصفرية. حالة صفرية present simple present simple، حالة صفرية مضارع مضارع. الgrandma مفرد تاخد اس، فتبقى الإجابة بتاعتي letter B takes. السؤال اللي بعده 21 بيقول لك the Janet container ship not successfully after it had blocked navigation in the Suez canal في قناة السويس. يلا بينا. انا دلوقتي عندي رابط من الروابط اسمه after. تعال كده يلا بينا نشوف قصة after وحكايته ايه. مبدئيا كده اولاد عندنا after و as soon as الرابطين دول من الروابط اللي بيفصلوا ما بين جملتين. الجملة الأولانية هتبقى في زمن الباست سيمبل أو الماضي البسيط اللي هو عبارة عن فعل أخره ED أو فعل غير منتظم. إنما الجملة الثانية هتبقى عبارة عن باست بيرفكت، يعني ماضي تام. الماضي التام ده عبارة عن هاد والتصريف الثالث. يبقى الجملة الأولى ماضي بسيط والجملة الثانية ماضي تام. طب يلا بينا تعال نشوف. بيقول لي سعادتك ادي افتر، هي الجملة اللي بعدها جت هات بلوكد. ده ايه ده؟ ده باست بيرفكت، ده ماضي تام. طب تمام كده، يبقى انت كده محتاج الجملة الأولانية تبقى باست سيمبل، محتاجها ماضي بسيط. طب بص على الجملة بتاعت سعادتك او على الاختيارات، تعال نشوف عندنا كام واحدة باست سيمبل. هتلاقي عندك اختيار واحد بس الا وهو was floated، طفت على سطح المية بنجاح. يلا بينا. السؤال اللي بعده بيقول لك يو نوت بارك هير اتس نوت الاود. يعني ايه نوت الاود يا مستر؟ هقول لك والله يا حبيبي النوت الاود معناها مش مسموح. طب طالما حاجه مش مسموحه، دي كانت من الكلمات الداله على النسيسيتي الضروره والالزام. طالما ضروره والزام يبقى احنا يا ماست يا مصن. هنا بيقول لك نوت الاود مش مسموح، فهتبقى الاجابه بتاعتك letter D mustn't.
الفصل اللي بعده 23 بيقول لك a nurse is a hard working person not is caring and reliable. طب يلا بينا، احنا اتفقنا ان هو مع العاقل ويتش غير عاقل، وير مع المكان وين مع الوقت. طب يلا بص كده على الاسم اللي قبل النقط، هتلاقي عندك كلمة person يعني شخص. طب طالما شخص يبقى انا كده عايز رابط الوصل هو، فتبقى الاجابة بتاعتي letter A. سؤال 24 بيقول لك you not use your phone، تستخدم تليفونك while you are driving، اثناء قيادتك للسياره. It's a dangerous، انه خطر. اي حاجه خطر يبقى الزام، طالما الزام يبقى must و mustn't، وطالما خطر فتبقى mustn't، فتبقى الاجابه بتاعتي letter C. رجعنا القاعدة من قواعد if، بيقول لك في 25 if سامية نقط the entrance test she will go. يلا بينا بص على الجملة الكاملة بتاعت سعادتك، هتلاقيها she will go. طيب will go دي الحالة الكام؟ هقول لك will go دي الحالة الأولى. طب الحالة الأولى مع will أو won't بتحط حاجة اسمها present simple، مضارع بسيط. طب يلا بينا بص المضارع البسيط عندك letter C الاختيار الثالث. سؤال 26 بيقول لك the teacher asked not the students had understood the explanation. طب يلا بينا، بيقول لسعادتك هنا كلمة asked، واحنا اتفقنا مع بعض ان كلمة asked هنا لما بتيجي في الامتحان اتفقنا ان احنا بندور على اداة ربط زي if، زي whether، زي to او not to، زي اداة الايه؟ الاستفهام. طب احنا لو هنا عندنا to وعندنا whether الاثنين ينفعوا، طب استنى، ما هي to دي لازم يجي ورا منها infinitive فعل في المصدر. هل الستيورنت دي الطلاب فعل في المصدر؟ لا ده اسم يا مستر مؤمن، يبقى to دي ما تنفعش، فالاجابه بتاعت سعادتك هي letter D. 27 بيقول لك Luxor is a city. ها بص على اللي قبل النقط، هتلاقي عندك city. city دي ايه؟ دي مدينة، مكان. احنا اتفقنا خلي بالك الاماكن دايما وير لو ما فيهاش حروف جر، الاماكن دايما ويتش لو لقينا معاها حرف جر. طب بص هنا الاماكن عندنا is a famous across the world، ما فيش حروف جر، يبقى دي مباشرة يبقى وير. الاجابة بتاعتي للترسي. 28 بيقول لك how not you feel if you won the competition. يلا بينا حالة من حالات if، خلي بالك بعد منها won the past simple ماضي بسيط. طب طالما ماضي بسيط يبقى الناحية التانية انا عايز would والinfinitive، would والمصدر. بص على الاربع اختيارات بتوع سعادتك، هتلاقي عندك would في letter C. سؤال رقم 29 أولاد بيقول لحضرتك مايا نقط the nurse that she was feeling ill. طب يلا بينا، أنا لقيت هنا إيه؟ لقيت that. طيب هي that دي يا مستر مؤمن، تعالى كده نفتكر أهو that. that لما كنا بنلاقيها كنا بنعمل إيه؟ يبقى الجملة غير مباشر. طب طالما غير مباشر يبقى يا إما said يا إما told، لو شخص واحد said، لو شخصين هتبقى told. طب تعالى يلا بينا ارجع لصفحتنا تاني، عندنا said وعندنا told. هو بيقول لك مايا بتكلم الممرضة، ده الشخص الأول، ده الشخص الثاني، يبقى دول شخصين، فهتبقى الإجابة بتاعتك told. سؤال رقم 30 بيقول لك the emergency service خدمة الطوارئ had arrived، وصلت. there not have been an accident. طب طالما الطوارئ وصلت يبقى هي أكيد حادثة ولا مش حادثة؟ لا دي أكيد حادثة. طب بص احنا اتفقنا مع بعض ان must دي استنتاج مؤكد على حدوث الشيء، واتفقنا ان كانت استنتاج مؤكد على عدم حدوث الشيء. طب طالما الطوارئ وصلت يبقى اكيد في حادثة، فهتبقى الاجابة بتاعتي letter A must. 31 بيقول لك I don't know where Lena is، انا مش عارف لينا فين. she not have gone to the sports center. طيب طب طالما هو مش عارف لينا فين يبقى هو متاكد انها في المتحف، في الـ في الـ في السبورت سنتر، في المركز الرياضي، ولا مش متاكد؟ ما هو مش عارف مكانها يبقى اكيد هو مش متاكد. طب طالما استنتاج غير مؤكد بعبر عنه بحاجه اسمها يا اما مي يا اما مايت، في الاختيارات عندنا هتلاقي واحده منهم، وفي السؤال ده لقيت كلمه مايت. سؤال رقم 32 بيقول لك you not eat too much fat if you want to lead a healthy life. لو انت عايز توصل لحياه صحيه يبقى نقط تاكل too much fat، اكل سمين. طبعا لا يجب يا مستر مؤمن، فهتبقى الاجابه بتاعت سعادتك letter A shouldn't، لا ينبغي.
السؤال اللي بعده سؤال رقم 33 بيقول سعادتك يو نقط smoking public places، انت نقط تدخن في الاماكن العامة؟ طبعا ده الزام، فتبقى الاجابة بتاعتك mustn't. بيقول لك في 34 you won't be able to enter the club. خلي بالك انا عندي كلمة اسمها if، معناها بالعربي اذا او لو، وعندي كلمة اسمها unless معناها إذا لم. دي لو الحاجة حصلت، ودي لو الحاجة ما حصلتش. طب بص هنا كده، you won't be able to enter the club، انت مش هتبقى قادر على دخول النادي، هل لو انت اخدت كرنيه العضوية، او هل لو انت تحمل كرنيه العضوية، ولا لو ما تحملش كرنيه العضوية لو مش معاك؟ يبقى اذا لم تحمل كرنيه العضوية يبقى هنا الاجابة بتاعتك unless، واي طالب هيتلخبط وهيعملها if، فسياق الجملة بيقولك انت غلط. السؤال اللي بعده بيقولك I think، انا اعتقد he not surprised. يلا بينا، ها حالة من حالات if، كمل الجملة الكاملة اللي بعدها he read the latest news. طب انا عندي هنا كلمة read ماضي بسيط، لانه من الافعال الشاذة زي cut اللي حليناها في مثال في السلايد اللي قبل ده، read read read. طب انا اعرف منين يا مصر انها read بتاعت المضارع ولا read بتاعت الماضي؟ حبيب قلبي عيب لما مثال زي ده يوقعك، خلي بالك منه لو جه في الامتحان بكره، ولو جه في الامتحان بكره ادعي لاخوك حبيبك مؤمن فريد. بيقول لحضرتك ان ريد دي لما بتبقى في المضارع دايما هيجيب لك معاها ضمير مفرد، لان ضمير المفرد الهي والشي والايد في المضارع بتاخد فعل اخره اس، فلو هو كان يقصد ريد بتاعت المضارع فهو هنا هيحطها لك هي ريدز، انما بناء على انه حطها لك هي ريد يا ولاد يبقى هو هنا عايز الباست بتاعها. فيجي طالب حدق قوي ويقول لي يا مستر مش ممكن يشيل لي ضمير المفرد ويحط لي ضمير جمع فهتبقى هيد في ريد في الحالتين؟ هقول لك حبيبي ما تفكرش تاني لو سمحت، هي دايما هتيجي ضمير مفرد مع الافعال الشاذة. اتفقنا كده؟ تعالى يلا بينا نحل. لقيت ماضي بسيط يبقى الجملة الاولانية هتبقى would والمستر. بص في الاختيارات بتاعتك هتلاقي عندك letter C would be. سؤال رقم 36 if you throw a piece of rock، لا ثانية واحدة، حالة من حالات if ومعها اي material اللي علاقة بالحقائق العلمية يبقى دي حالة صفرية present simple present simple، مضارع بسيط مضارع بسيط. طب المضارع البسيط مع الايد بتاخد اس، فتبقى الاجابة بتاعتي sinks معناها تغوص. سؤال رقم 37 بيقول لك I found the gold watch which I knocked last Friday. Last Friday، last دي من الكلمات الدالة على الباست سمبل. تعالي يلا نشوف الاختيارات اللي ليها علاقة بالباست سمبل. Had lost ماضي تام، Was lost ماضي بسيط، Have lost مضارع تام، Had been lost ماضي تام، فتبقى الإجابة بتاعت سعادتك بكل بساطة letter B was lost. 38 بيقول لك نقط يو هات هير كار ام بروبوزور باي اكسيدنت. خلي بالك بيقول لي سعادتك هنا هل عربيتك اتخبطت حادثه؟ طب مستر هو هنا يقصد بكلمه هيت اهو والعربيه، طيب هيت دي من الافعال الشاذه، الافعال الشاذه هنا يقصد بيها هيت 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 برضو يا مستر مؤمن، يبقى هنا الجمله بتاعتي بص بص العربيه، هو بيتكلم عن حدث فين؟ في الماضي، هي العربية اتخبطت بالحادثة. طب فين هنا الكلمة او الفعل المساعد اللي بيدل على الماضي؟ طبعا هتلاقيه letter B did. بيقولك I was finally able to answer that question when I knocked the lesson again. يلا بينا تعال، انا عندي دلوقتي رابط اسمه when. بص على الجملة الكاملة اللي قبل منه بيقول لك I was finally was، طب ما تستنى كده، طب ما هي was دي عبارة عن past simple ماضي بسيط، واحنا عندنا روابط زي before و by the time
وwhen. الروابط دول بيفصلوا ما بين زمنين، زمن أول وزمن تاني. الزمن الأول هيبقى ماضي بسيط أو past simple، والزمن التاني هيبقى past perfect ماضي تام. فأنا هنا لقيت الباست سيمبل الماضي البسيط، يبقى أنا عايز هنا التام، فهتبقى الإجابة بتاعتي had revised. السؤال اللي بعده عندنا رابط اسمه having، دايما بيجي في أول الجملة، وبمناسبة الروابط اللي بتيجي في أول الجملة فتعال فكرك بيهم. عندنا during بتيجي في أول الجملة بس بيجي بعدها noun، عندنا on بتيجي في أول الجملة بس بيجي وراها ing، عندنا يا شباب after و before لو جم في بداية الجملة وبدون فاعل. خلي بالك أهم حاجة هيجي وراهم ing، وعندنا آخر واحد فيهم هو having لو جه في أول الجملة بيجي وراه past participle، يعني تصريف ثالث للفعل. دول الروابط اللي ممكن يجوا في أول الجملة. طب نرجع تاني لسؤال رقم 40، بيقول لك having يبقى بعدها تصريف ثالث، فهتبقى الإجابة بتاعت letter B received. سؤال رقم 41 بيقول لك have you sent the email؟ قال له yes I know at it an hour ago. طب an hour ago دي كلمة ago من الكلمات الدالة على الباست سيمبل، على الماضي البسيط. لو جينا بصينا في الاختيارات عندنا have sent was sending ولا letter C sent، هي دي الفعل الوحيد اللي بيدل على الباست سيمبل او الماضي البسيط. سؤال رقم 42 بيقول لك I read the novel you know at me thanks a lot you can take it back now. انا قريت القصة اللي انت سلفتها لي، يبقى هنا الجملة ماضي. طيب هاد لنت ماضي والمستقبل، اللي انت ما سلفتها ليش، طب ازاي وهو قراها ازاي؟ لا لا ما تنفعش. طب انا عندي دي ماضي وعندي دي ماضي، هاد لنت ماضي تام ووز لنت ماضي بسيط، وما عنديش اي كلمة دلة لا على التام ولا على البسيط. طب ما ثانية واحدة يا سنة أولى بالعقل كده، هاد لنت دي اكتف، ووز لنت دي باسف، والجملة بدأ بسبجكت فاعل لأن هو اللي بيسلف، هو اللي قام بالفعل، إذن هو سبجكت، يبقى الجملة أكتف، فبالتالي الإجابة بتاعت سعادتك هاد لنت. السؤال اللي بعده رقم 43، As soon as I met my friend I know at him about the latest news. يلا بينا، أدي as soon as، وهو هنا بيسأل على الجملة التانية. لو جينا رجعنا لل سلايد اللي احنا كاتبين فيها after و as soon as، فانت هتلاقي الجملة التانية عبارة عن past perfect ماضي تام. اذن ثانية واحدة، احنا هنا عندنا مشكلة بسيطة، كويس ان احنا رجعنا لها، كويس ان احنا رجعنا لها. عدل معايا دي كده سنة اولى بعد اذنك. هنا احنا عكسنا الازمنة. عدلها معايا كده سنة اولى، معلش انا اسف جدا. يلا بينا، بيقول لحضرتك فافتر واز سون از الجملة الاولانية هتبقى باست سيمبل ماضي بسيط، فعل اخره اي دي وفعل غير منتظم، والجملة التانية هتبقى باست برضو تاني. ده تركيز الطالب، ده تركيز الطالب. يلا بينا، الجملة الأولانية past perfect يعني ماضي تام had والتصريف الثالث، والجملة التانية هتبقى ماضي بسيط اللي هو عبارة عن فعل آخره ED أو فعل غير منتظم.
طب تعالى كده نرجع تاني، احنا عايزين الجملة التانية من أسون أز. الجملة التانية من أسون أز هي باست سيمبل، ماضي بسيط. فاحنا لو رجعنا تاني للصفحة بتاعتنا هتلاقي عندك الماضي البسيط في الاختيارات بتاعتك، هتلاقيه اختيار letter B told يا سنولة. سؤال رقم 44 بيقول لك I didn't leave the house until my friend knocked me. طب يلا بينا نرجع تاني لانتيل. احنا اتفقنا ان انتيل قبلها بسيط منفي وبعدها تام، فانا عايز بعدها فين الماضي التام عندنا؟ هتلاقي الاختيار الاول letter A had telephoned. السؤال اللي بعده يا سنة أولى، سؤال رقم 45 بيقول لك not I had done my homework I watched TV. انهي جملة او انهي رابط من الروابط دي بيجي بعد منها ماضي تام في الجملة الاولى والجملة التانية ماضي بسيط؟ طبعا هو letter C after. 46 you will miss the lecture، انت هيفوتك المحاضرة لو جيت في الميعاد ولا لو ما جيتش في الميعاد، اذا لم تأتي في الميعاد، وطالما اذا لم يبقى الاجابة بتاعتك letter B unless. I would travel to Alexandria tomorrow if my car. رجعنا الحالة من حالات if، بص على الجملة الكاملة هتلاقي would والمصدر would travel. طيب طالما would والinfinitive فدي حالة تانية، حالة تانية would والinfinitive موجودة، يبقى انت هنا عايز past simple ماضي بسيط، فهتبقى الإجابة بتاعتك repaired letter C. بس ثانية واحدة، احنا عندنا اختيارين بيدلوا على الباست سيمبل، دي باست سيمبل اكتف ودي باست سيمبل باسف، واحده معلوم وواحده مجهول. طلع اصل الفعل فوق النقط وترجمه بالعربي. اصل الفعل عندنا كلمه ريبير بمعنى يصلح، العربية قامت بالتصليح ولا وقع عليها التصليح؟ وقع عليها طبعا، من وقع عليه الفعل فهو مفعول، يبقى الجملة باسيف مبني للمجهول فتبقى repaired ما تنفعش، والإجابة الصحيحة was repaired. 48 expression محفوظ جدا if I were you I would، جاب لك if I were you I would طبعا الإجابة letter B would behave يتصرف بطرق مختلفة. سؤال رقم 49 بيقول لك which mobile phone نقط if you had enough money. طب يلا بينا، ها ادي if ومعها had، بس had هنا لوحدها معهاش تصريف ثالث، طالما had لوحدها معهاش تصريف ثالث يبقى ده ماضي بسيط، يبقى اذن دي حالة كام؟ حالة تانية، ماضي بسيط would والمصدر، فتبقى الاجابة بتاعتك letter B would you buy. سؤال رقم 50 بيقول لك she not failed she is absolutely delighted. بيقول لحضرتك هي نقط سقطت، طيب هي طالما بيقول لك she is absolutely delighted هي مبسوطة جدا، يبقى أكيد سقطت ولا أكيد ما سقطتش؟ ما سقطتش، يبقى ده استنتاج مؤكد على عدم حدوث الشيء، طالما عدم حدوث الشيء فتبقى الإجابة بتاعتك letter B can't have. سؤال رقم 51 بيقول لك surely انا متاكد he not finished his tea already it was really hot، هو سخن جدا. طيب طالما هو سخن جدا يبقى انا متاكد هو خلص الشاي ولا ما خلصش الشاي؟ طالما سخن يبقى ما خلصش الشاي، فتبقى الاجابه بتاعتي can't have. 52 بيقول لك نادر نقط cold he is wearing a jacket، هو بيقول لك هو مش لابس جاكيت. طب طالما واحد مش لابس جاكيت يبقى هو بيحس بالساعة ولا ما بيحسش بالساعة؟ ما هو مش لابس جاكيت يبقى مش ساقعان، فده استنتاج مؤكد على عدم حدوث الشيء، فتبقى الإجابة بتاعت سعادتك can't be. 53 ما زلنا في الاستنتاجات يونت 12 I am sure أنا متأكد she not been telling the truth بتقول الحقيقة everyone said the same thing كل الناس بتقول الحاجة اللي هي بتقولها يبقى هي أكيد بتقول الحقيقة، يبقى ده استنتاج مؤكد على حدوث الشيء must be أو must والinfinitive، فتبقى الإجابة بتاعتك يا شباب letter A must have. سؤال رقم 54 it not have started raining، بص ما زلنا في الاستنتاجات،
everyone put their umbrellas up, كل الناس رفع الشمسية, يبقى أكيد الدنيا بتشتي. فده استنتاج مؤكد على حدوث الشيء, فهتبقى الإجابة بتاعتي letter C, must. Cigarette, he said, هو بيقول cigarette, سيجارة. No thanks, شكرا. He knocked me a cigarette but I knocked, هو عزم عليا بسجارة but I knocked, بس أنا رفضت. طب عزم عليا بسجارة دي ايه؟ دي offered, عرض عليا سجارة بس انا رفضت, يبقى offered and refused letter C. He offered me a cigarette, هو عرض عليا سجارة but I ايه؟ but I refused. الله يفتح عليك يا ابني والله. سؤال رقم 56 بيقول لك our car broke down again, عربيتي عطلت تاني. It not repaired properly yesterday, طب هو بيقول لك ان عربيته عطلت تاني. It not repaired properly yesterday, يبقى هي اكيد اتصلحت امبارح ولا اكيد ما اتصلحتش امبارح؟ لا طبعا يا مستر, طالما عطلت تاني يبقى اكيد ما اتصلحتش. طب يلا بينا, ما اتصلحتش دي عندنا can't have تنفع, can't have been تنفع. طب ايه الفرق؟ السؤال ده مهم جدا. ايه الفرق بين can't have repaired و can't have been repaired؟ هقول لك بص, الاولانية active والتانية passive. يلا بينا, هو هنا بيتكلم على الكار عوض عنها بإيت. طب طالما بيتكلم عن الكار وعوض عنها بإيت يا شباب, يبقى انا هطلع اهو repair يا اما قام بالصلح يا اما وقع عليه. العربية هي وقع عليها التصليح, فتبقى مبني للمجهول, فتبقى الاجابة بتاعتك can't have been letter B. 57 احمد نقط happy, he has just won a gold medal, هو فاز بميدالية ذهب, يبقى هو اكيد سعيد, فتبقى الاجابة بتاعتي letter C, must be. I would be working in Italy if I not, سنة اولى انا عندي حالة if لما بيبقى معاها would والمصدر, ها اتعرضت علينا كتير قوي, would والمصدر يبقى حالة كام؟ يبقى حالة تانية. طب would والمصدر يبقى انا محتاج هنا ايه؟ محتاج هنا past simple, ماضي بسيط. طب تعال نبص على الاختيارات بتاعتنا, هتلاقي عندك ماضي كلمة speak يتحدث, letter D كلمة spoke. 59 بيقول لك you shouldn't waste your time, انت لا ينبغي عليك ان انت تضيع وقتك watching too much TV, تتفرج على التلفزيون لفتره طويله. It's not to do so, الجمله دي بتوضح لك ايه؟ inadvisable, انت المفروض لا ينبغي عليك ان انت تعمل كده, ولا advisable ينفع ان انت تعمل كده, ولا necessary ضروري, ولا allowed مسموح؟ طبعا انت لا ينبغي ان تفعل ذلك, فهتبقى الاجابه letter A inadvisable. سؤال رقم 60, what not do to keep healthy, I advise you to eat healthy food, advise يعني هنا نصيحة, وطالما نصيحة معروفة يعني should, فتبقى what should I do letter C. سؤال رقم 61 بيقول لك سمير should not the paragraph to correct his mistakes, طب يلا بينا كده, انا عندي هنا should بيجي بعد منها على طول infinitive, بيجي بعد منها على طول مصدر, طالما مصدر يبقى الإجابة بتاعتي اخر اختيار rewrite. 62 بيقول لك as a doctor my best advice, نصيحة برضو, to you is that you not eat a lot of sweets, انت لا ينبغي عليك ان انت تاكل حلوى كثيرة. مستر الحقني, في ايه سنة اولى؟ انا لقيت نصيحة وبدور على شود او شود, انت ما لقيتش الاثنين, انت شكلك نسيت يا سنة اولى يونت 7 كان بيقول لحضرتك ان شود وشودنت ووراهم الانفينيتيف الفعل في المصدر كانت بتساوي ought to او oughtn't to, وطبعا وراهم انفينيتيف يعني فعل في المصدر, فبما انك هنا انت مش لاقي shouldn't هات اللي بتساويها oughtn't to, فتبقى الاجابه بتاعتك letter B. 63 بيقول لك I was exhausted, انا كنت منهك تعبان جدا,
At the end of the exam في نهاية الامتحان I know a two essays for over two hours. طب يلا بينا تعال نشوف الجملة دي. بيقول لسعادتك I know a two essays for over two hours. Four يعني تام. طب ما انا عندي مضارع تام وعندي ماضي تام. صح عندك حق تصدق. تعال نشوف الجملة present or past مضارع ولا ماضي. بيقول لك I was. الجملة ايه هنا؟ الجملة ماضي. جميل كده. Had been writing ماضي تام مستمر عايزينها. Have been مش عايزينها. Had written عايزينها ماضي. Have مش عايزينها. عندي ماضي تام مستمر وعندي ماضي تام عادي. بيقول لك ان هو كتب two essays for over two hours لمدة ساعتين. يبقى الفترة الزمنية المستمرة او الحدث اللي هو عمله ده استغرق فترة زمنية مستمرة فبالتالي ده ماضي تام مستمر فتبقى الاجابة بتاعت سعادتك had been writing او الاختيار. صار رقم 64 بيقول لي سعادتك it not until Jana had got permission. استنى كده until المستر قال لي بيجي قبل منها ماضي بسيط منفي. طيب طالما ماضي بسيط منفي يبقى انا عندي it didn't او it wasn't. طب didn't دي لازم يجي وراها infinitive verb فعل في المصدر وانا عندي الجملة هنا ما فيهاش فعل في المصدر فبالتالي الاجابة بتاعتي letter B wasn't. By the time we not we had been flying for 6 hours. طب يلا بينا. By the time كانت من الروابط اللي بيجي عندها هنا الجملة الأولانية ماضي بسيط. لأن لو شفنا الجملة الكاملة يا جماعة هتلاقيها ماضي تام. وطالما التام موجود يبقى أنت عايز البسيط. تعال نشوف عندنا كام بسيط. ما عندناش غير اختيار واحد بس ألا وهو letter C arrived. سؤال رقم 66 no sooner ودي لازم اشرحها لسعادتك. بص يا سنة أولى عندي رابط اسمه no sooner ورابط اسمه hardly وعشان خاطري تركز لي في المثال ده 66 وعندي رابط اسمه scarcely. كل الروابط اللي في الدنيا يعني مثلا لو جينا شفنا 65 هتلاقي ان الفاعل الاول ثم هاد وي هاد اي هاد شي هاد دايما السبجكت ثم هاد. بيقول لك الثلاث روابط دول نو سونر هاردلي سكيرسلي الثلاث روابط دول بيقول لك لا انا بتيجي هاد الاول ثم السبجكت ثم الفاعل. يعني بدل وي هات خليها هاد وي بدل اي هات خليها هاد اي بدل شي هات خليها هاد شي مع نو سونر وهاردلي وسكيرسلي فقط. فاحنا لو جينا رجعنا للسؤال بتاعنا هتلاقي نو سونر فانا عايز هاد قبل الفاعل فالاجابه بتاعتك هتبقى لتر اي هاد وي هيرد. اي ويش اي نوت استنى اي ويش دي جميله قوي اي ويش دي جميله قوي. بص بقى I wish دي ليها حكاية. بيقول لك بص I wish ممكن يجي معاها past simple ماضي بسيط وممكن يجي معاها past perfect ماضي تام. البسيط اللي هو فعل اخره اي دي او غير منتظم والتام ده اللي هو عباره عن هدو التصريف الثالث. اكتب لك يا عم اهو عشان الزهايمر هنا فعل اخره اي دي او فعل غير منتظم وهنا هاد ثم الباست participle. طيب جميل. امتى بحط معاها ماضي بسيط وامتى بحط معاها ماضي تام؟ بيقول لك بص يا سيدي الجملة الأولانية أو الفكرة الأولى I wish I not
full mark on the test. فكرة تانية بتقول لك I wish I not full mark on the test yesterday. بص بقى سنقول القاعدة بتاعت ويش بيقول لك بص لو زمن الجملة مضارع فانت هتحط مع ويش ماضي بسيط انما لو زمن الجملة ماضي فانت هتحط مع ويش ماضي تام. طب بص الجملة الاولانية I wish I know at full mark on the test. مفيش أي كلمة دالة على الماضي، إذن الجملة دي زمنها إيه؟ هقول لسعادتك الجملة دي زمنها مضارع. وطالما زمنها مضارع يبقى أنت بتدور على الماضي البسيط. استنى، إحنا ما حطيناش اختيارات، لو جينا شفنا الاختيارات بتاعت سعادتك هتلاقي يا إما get يا إما got had got أو getting. يلا بينا شوف يا عم اختياراتك، اتفضل يا بيه. الجملة زمنها مضارع ومؤمن فريد قال لك لو كان زمن الجملة مضارع مع I wish هتحط ماضي بسيط. فين الماضي البسيط في الاختيارات عند سعادتك؟ في أول واحدة هتلاقيها got. الجملة التانية بيقول لك I wish I know at full mark on test yesterday. زمن الجملة عشان كلمة yesterday زمن الجملة ماضي. ولو كان زمن الجملة ماضي مع I wish يبقى أنت هتحط ماضي تام، يعني had والتصريف الثالث، فهتبقى الإجابة بتاعتك had إيه؟ had got. ارجع للسؤال بتاعنا تاني، بيقول لك I wish I know at that food yesterday. زمن الجملة ماضي، لو ماضي اهو زمن الجملة ماضي. يلا بينا، لو زمن الجملة ماضي مع I wish هتحط ماضي تام، يعني هاد والتصريف التالت. يلا بينا، لو نسيت تعمل لها سكرين ولا حاجة، ها يلا ماضي تام. فين الماضي التام هاد والتصريف التالت؟ عندنا اتنين، يا اما هاد ايتن يا اما هادنت ايتن. يبقى انا كده عايز ترجمة جملة، انا اتمنى ان انا اكل، او انا كنت اتمنى ان انا اكل الاكل ده امبارح ولا لا، انا تعبت جدا. يبقى اكيد كان ايه؟ لا يتمنى ان ياكل هذا الاكل، فتبقى الاجابة hadn't eaten. اختيار لتر سي. سؤال رقم 68 بيقول لك I didn't go shopping not I had finished the house work. طيب يلا بينا، بيقول لحضرتك عايز أداة ربط، ركز، بيجي قبل منها ماضي بسيط منفي، وبيجي بعد منها ماضي تام. ما عندناش غير ربط واحد بس اللي بيجي قبل منه ماضي بسيط منفي، الا وهو ايه؟ until، بمعنى حتى. بيقول لك سؤال رقم 69 I was very angry because when I arrived at the station the train not. يلا بينا، الرابط بتاعنا when، واللي جت معاه arrived بسيط، لما وصلت المحطة الحدث الثاني. طالما بص طالما هو الحدث الأول ماضي بسيط، الحدث الثاني ماضي تام. طب فين الماضي التام؟ هاد والتصريف الثالث، فتبقى الإجابة بتاعت سعادتك had left. 70 no noise فيش ضوضاء، patients المرضى need rest يحتاجوا إلى هدوء أو راحة، you not keep quiet تبقى هادئ. طب طالما بيقول لك ان المرضى محتاجين راحة يبقى انت يجب عليك ان انت تبقى هادئ. طب استنى كده، ما انا عندي must تنفع وعندي should تنفع. استنى، طالما مرضى يبقى هو في مكان، اي تعليمات من تعليمات الاماكن دايما الزام، خلي بالك اكتبها عندك، تعليمات
الأماكن إلزام وليست نصيحة، فبالتالي الإجابة بتاعت سعادتك هتبقى must. 71 جميلة جدا، بيقول لك this is تقى، فانت لو بصيت على أول اسم قبل النقط هتلاقيه تقى. تقى اسم عاقل، اتفقنا ان هو بيجي معاه هو، فأي طالب محترم هيدور على هو مش هيلاقيها. هيقول لي عادي، انت قلت لي ان هو بتساوي ذات، فانا لما مش هلاقي هو هقوم عاملها ذات. يا عيني غلبان، هيقوم هو عاملها لك غلط. ايه ده؟ في ايه يا مستر مؤمن؟ في حاجة بسيطة. لو جالك بكرة دعيلي في حرف جر. ايوه ايه يعني في حرف جر؟ بص كده الملحوظة دي، بيقول لك لا تأتي له ولا ذات ابدا مع حرف الجر. بص كمان، ونستبدلهم برابط وصل اسمهم. لو لقيت حرف جر عندك، لا ينفع تحط هو ولا ينفع تحط ذات، وبتستبدلهم برابط وصل اسمهم، فتبقى الإجابة بتاعتك letter B. 72 I met the doctor. نقط car. اوعى تتلخبط وتبص لي على اللي قبل النقط فتلاقي دكتور فتقوم عاملها لي هو، هيقوم عاملها لك غلط. ليه تاني يا مستر؟ عشان لو بصيت على اللي قبل النقط هتلاقي سيارة تنسب إلى الدكتور، يعني الدكتور بيمتلكها وتستخدم هوز مع الملكية، فبالتالي الإجابة بتاعتك هتبقى letter C. بيقول لك 73 name the actor. actor يعني ممثل، والممثل شخص عاقل. نقط بلايس بعد منه مفيش حاجة تمتلك، فدي جملة مباشرة جدا، فتبقى الإجابة بتاعتك letter C ألا وهي هو. 74 بيقول لك you not take photographs here. آه إنها منطقة عسكرية. طب طالما منطقة عسكرية يبقى ينفع تلتقط صور ولا ما ينفعش؟ لا طبعا ما ينفعش. طب طالما ما ينفعش عندنا اتنين منفي. ثانية واحدة، المناطق العسكرية دي حاجات محظورة، يعني إلزام وليست نصيحة، فتبقى الإجابة بتاعتي mustn't أول اختيار. صار رقم 75 بيقول لك you not keep away from uncovered electric wires. الأسلاك الكهربائية الغير مغطاة، أسلاك كهربائية غير مغطاة. انت نقط لازم ولا مش لازم تبقى بعيد عن الأسلاك الكهربائية الغير مغطاة؟ طبعا يجب عليك أن تبقى بعيدا عن هذه الأسلاك، فتبقى must letter D. 76 بيقول لك you not do more sports to keep fat. It's advisable. من الكلمات الدالة على النصيحة، إذن يبقى الإجابة بتاعتك يا إما should يا إما shouldn't. طبعا do more sport يؤدي المزيد من التمارين الرياضية، دي نصيحة إيجابية، فهتبقى شوت. الصالة اللي بعده بيقول لك 71 if you see an accident، لو شفت حادثة نقط the police at once، كلم الشرطة في الحال. بس ثانية واحدة، الكومة نهاية جملة وبداية جملة جديدة، وعند بداية، بص اكتبها كده معايا، عند بداية أي جملة بدون فاعل نضع دائما مصدر الفعل. عند بداية الجملة بدون فاعل، لا في اسم ولا في ضمير، لا اي ولا وي ولا يو ولا ذي ولا هي ولا شي ولا ات، لا اسم مفرد ولا اسم جمع، نضع دائما مصدر الفعل. فين مصدر الفعل عندنا في 77؟ هتلاقي اول اختيار كلمة تليفون. مستر جابر نقط is a sales manager leaves the next door to us. لو جينا بصينا قبل النقط هتلاقي مستر جابر ده عاقل، بس الكومة لا تأتي ابدا ذات مع الكومة، فالاجابة بتاعت سعادتك هتبقى letter C هو.
السؤال اللي بعده بيقول لي سعادتك the temple of Karnak معبد الكرنك نقط many pillars are very tall. فالطالب لو جه بص هنا على اللي قبل النقط هيلاقي هو بيتكلم عن معبد الكرنك. مستر مومن قال لي مش هكتفي باللي قبل النقط بس وهبص كمان على اللي بعد النقط واشوف هل هي حاجة تنسب ليها ولا لا. بيقول لك many pillars يعني أعمدة كثيرة are very tall. معبد الكرنك اللي أعمدته الكثيرة تكون طويلة تنسب إليه طبعا يا مصر. يبقى هنا تعامل معاملة الملكية فبالتالي الإجابة بتاعتك هتبقى letter C. Whose صار رقم 80 بيقول لك my grandfather is the person not knows most about our family history. لو جينا بصينا قبل النقط يا اولاد هنلاقي كلمه person يعني شخص فبالتالي ده عاقل فهتبقى الاجابه بتاعتي letter D. هو 81 بيقول لك I have finished a novel not the main character is an 8 years old boy. لو بصينا قبل النقط هنلاقي عندنا كلمة novel قصة أو رواية غير عاقل فهتبقى الإجابة بتاعتي which. 82 بيقول لك the first of October is the day not I was born. طب احنا لو جينا من السرمومن بصينا على the day اليوم ده وقت والوقت بياخد when يبقى الإجابة بتاعتي letter B. 83 بيقول لك can you please repeat انك تعيد the name of the medicine. the name of the medicine medicine يعني دواء والدواء ده شيء غير عاقل والشيء الغير العاقل بنحط معاه which. طب انا الجملة بتاعتي من الصرموم ما فيهاش فهتبقى الاجابة بتاعت سعادتك that you just took. 84 آية. طب بص كده على آية مستر مومن هتلاقيها عاقل بس ثانية واحدة عشان الهو تنفع والذات تنفع إنما لو ركزت شوية فانت هتلاقي كما ولا تأتي أبدا ذات مع الكما فالإجابة بتاعتك هتبقى letter B كلمة هو. Please tell me what happened to you in the accident. قل لي إيه اللي حصل لك بالظبط في الحادثة إيه دي ما أو ماذا يعني وطفة تبقى الإجابة بتاعتي letter A. 86 بيقول لك I not my friend why I didn't go out yesterday. ادي I الشخص الاول my friend الشخص الثاني وعند الحديث مع شخصين فتبقى فعل القول بتاعي told. 87 بيقول لك could you kindly tell me where not. خلي بالك دايما لما بيحط أداة الاستفهام بالمنظر ده في الريبورتد سبيتش في الحوار أو الكلام الغير مباشر اتعود دايما في جملة رقم 87 اهو دائما الفاعل الأول لازم الفاعل يجي الأول يعني ما ينفعش تقول لي إيه ذا مانجر ما ينفعش تقول لي was the manager لازم تقول لي the manager was لان احنا متعودين ان في الاندايركت في الكلام الغير مباشر زمن الجملة دايما ماضي وطالما مفيش علامات تنصيص يبقى الجملة غير مباشر وطالما غير مباشر زمنها ماضي يبقى was the manager و the manager was letter B و letter D. طب الملحوظة اللي مستر مومن بيقولها لي هنا هو ان دايما الفاعل الاول فهتخليني لازم اختار letter B the manager was. 88 بيقول لك شم النسيم is a day not marks. طب الدي هنا يوم يعني وقت يعني when ما لقيتش when اتعامل معاك غير عاقل فهتبقى الإجابة بتاعتي which. 89 بيقول لك we will give a prize to the company not exports. بص احنا هندي جايزة للشركة اللي ايه اللي صادراتها جيدة تنسب إليها تعامل معاملة الملكية فتبقى الإجابة بتاعتي whose letter C. سؤال رقم 90 بيقول لك he inquired what not been doing since he last met me. طب يلا بينا الكلام ده ما فيهوش علامات تنصيص يبقى غير مباشر. طب طالما غير مباشر يبقى زمنه ماضي. طب تعالى كده نشوفها مستر مؤمن الجمله بتاعتنا كل الاربع اختيارات ماضي. طب استنى كده طالما في اداه استفهام احنا اتفقنا في ملحوظه في سؤال رقم 87 ان لازم الفاعل الاول ف was I ما تنفعش و had I ما تنفعش. عندنا I was وعندنا I had. طب طالما عندنا been تصريف تالت ثم ING فالإجابة بتاعتي طبعا لازم تبقى had عشان هي اللي بيجي وراها past participle ثم ال ING في الماضي التام المستمر.
اخر سلايد معانا سنه اولى، وانا عارف ان انا تعبتك معايا، ربنا بس يا رب يجعله بفايده. نعقد كده نيه الخير ان شاء الله باذن الله ربنا يفيدنا بالكلام اللي احنا شغالين فيه ده. بيقول لك he not if it remained او it remained cloudy we would stay home. يلا بينا، استنى كده، المتحدث كم شخص؟ ده هو شخص واحد بس، ما فيش التاني، بس خلاص ما تفكرش، يبقى الاجابه بتاعتك letter B set. بيقول لك my brother and I have had a phone conversation not we discussed our plans. المحادثه دي مستر مؤمن غير عاقل فتبقى ويتش. طب ما انا عندي ويتش كتير قوي يا مستر مؤمن. ما هو بيقول لك we discussed، اللي ناقشنا فيها الحوار اللي حصل او اللي ناقشنا فيها، انا اسف، our plans، الخططنا، يبقى الاجابه بتاعتي letter B in which. It's not to take some rest. طب انا اتس دي عندي فيها حاجات كتير قوي مستر مؤمن، يعني انا مثلا عندي اتس في يونت 7 ده ولاد، ممكن اقول لك اتس نيسيسري، ممكن اقول لك اتس ا ماست، ممكن اقول لك اتس ا نيسيسيتي. خلي بالك من حرف الايه بس عشان ده مهم. طب تعالى هنا نشوف، ما عندناش حرف الايه، يبقى انا عايز كلمه ايه نسيسري، يبقى الاجابه بتاعت سعادتك هتبقى letter D. 94 بيقول لسعادتك where not on holiday where should she go، لان دايما should بيجي وراها الفعل فين في المصدر. 95 mother asked me not all the money. طب بص كده، بيقول لسعادتك ان كلمه اسك دي اخذناها في اول سلايد خالص يا شباب، لما بتيجي بيبقى احنا عايزين معاها اداه الربط بتاعتنا، يا اما if يا اما whether يا اما to او not to او اداه استفهام، فهتبقى الاجابه بتاعتي if I had spent. 96 بيقول لك the teacher not the students to work in pairs، ان هم المدرسين بيشجعوا الطلبه، ولا inquired بمعنى يتساءل، هنا بمعنى يشجع، هنا بمعنى يحذر، هنا بمعنى يخبر، واساسا ما تنفعش عشان بتيجي مع شخص واحد. طب المدرسين هيشجعوا الطلبة ولا هيحذروهم ولا هيسألوهم ان هم يشتغلوا work together في جماعات؟ طبعا هيشجعوهم، فتبقى الاجابة بتاعتي letter B. آية said that not woodland. طب استنى، هو مين اللي بيتكلم؟ آية اللي بتتكلم. طب آية بتاخد هي ولا اي ولا شي ولا ذي؟ هتلاقي الجملة اتحلت لوحدها، تالت اختيار letter C، لان ضمير شي هو اللي عايد على آية. 98 the general manager noted that he was going to give us a raise for our great efforts. عشان مجهوداتنا العظيمة، فالمدير قرر ان هو يزودنا في المرتب. طب تعال نشوف الاختيارات. told بمعنى اخبر، asked بمعنى ايه؟ بمعنى طلب، declared بمعنى اعلن، ordered بمعنى امر او طلب. يلا بينا، ما تنفعش told عشان الجنرال مانجر ما بيكلمش حد، ودايما told بتيجي مع شخصين، يبقى طلب ولا اعلن ولا امر ان احنا يزيد من مرتباتنا عشان مجهوداتنا العظيمه. طبعا الجنرال مانجر اعلن ان احنا هيحصل زياده في المرتبات عشان المجهودات العظيمه. 99 بيقول لك وائل نقط مي ذات هي واز جوينج تو هاف هيز تيث تشيكد. طب يلا بينا، طالما وائل ومي يبقى الشخص الاول الشخص الثاني، طالما شخصين والجمله غير مباشر، فهتبقى الاجابه بتاعتي letter B told. السؤال اللي بعده بيقول لك دعاء نقط تو بريك اب وذ هيم اف جاك didnt stop smoking. دعاء هي ايه؟ لو او هتقطع مع جاك لو هو ما توقفش عن التدخين. said اخبرت، warned حذرت، told طبعا ما تنفعش عشان شخص واحد اللي بيتكلم، ولا threatened هددت انها هتوقف كلام معاه لو ما وقفش عن التدخين، فهتبقى الاجابه بتاعتي letter D. واخر سؤال يا سنه اولى اخيرا بيقول لك آية said she had not visited her aunt. هنا عايز كلمه داله بس الجمله دي indirect، فانا هنا عايز yesterday التحويل بتاعها، يا اما the day before يا اما the previous day. ما عنديش the day before، عندي previous day.
تالت جدول عندك في المذكرة في سؤال الدايركت والإندايركت. خلي بالك عشان الظروف الزمنية دي لازم يتحفظ تحويلاتهم ما بين الدايركت والإندايركت. كده سنة أولى الحمد لله تم الانتهاء من مراجعة سعادتك بالكامل. أتمنى من ربنا أن أنا أكون فدتك بشيء ولو قليل جدا، بس تفتكرني بحاجة كويسة، لأن متعودين دايما أن بنبعد كتير جدا وبيبقى في الآخر الأثر الطيب. وزي ما احنا متعودين يا جماعة، السعي منا والتوفيق من الله. هتوحشوني جدا يا سنة أولى، أشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله السنة اللي جاية بالتوفيق يا أغلى طلبة في مصر.